أحسنتم أبا حسن، بارك الله بكم. يا الله، بدأ التسجيل. يوسف، أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. صدق الله العلي العظيم. بداية، نبارك للمؤمنين والمؤمنات. هذه الأيام نعيش على مقربة من ولادة الإمام الثامن الضامن السلطان علي بن موسى الرضا عليه السلام. هذا الإمام العظيم الذي كانت ولادته في 11 من شهر ذي القعدة، هذا الشهر، من سنة 148 للهجرة، وكانت وفاته في آخر صفر على الرواية المشهورة، وهناك رواية أخرى في منتصف صفر من سنة 203 للهجرة. لعل أبرز ما ميز حياة الإمام الرضا عليه السلام، طبعا بقية الحياة هي كحياة الأئمة، إمام معصوم مكلف بتوضيح الشريعة وحماية الدين وحفظ الرسالة وتبليغها للناس بعد النبي الأكرم كبقية وظائف الأئمة عليهم السلام. ولكن واحدة من الأمور التي امتاز بها الإمام الرضا عليه السلام كما امتاز بها كثير من الأئمة هي قضية المناظرات مع أتباع الأديان وأتباع المذاهب، ومن هؤلاء الزنادقة. نحن عندما نقرأ سيرة الأئمة عليهم السلام نجد أن هذه الظاهرة بدأت لعله في بدايات أو نهايات الدولة الأموية، بدايات الدولة العباسية مع ظهور حركة الترجمة، فكثر الزنادقة كما يسمونهم في ذلك الوقت، بدءا من الإمام الصادق عليه السلام الذي كانت له مناظرات كثيرة مع الزنادقة أمثال ابن أبي العوجاء والديصاني وغيرهم، ومرورا ببقية الأئمة عليهم السلام حتى تصل النوبة إلى الإمام الرضا عليه السلام الذي كانت له مجالس مناظرة كثيرة، سواء بشكل مباشر يأتي الزنادقة ليناظروا الإمام أو يجادلوا الإمام، أو تلك المجالس التي كان يقيمها المأمون العباسي لأغراضه الخاصة، حيث كان يجمع رؤساء الأديان لأحيانا يتناظروا فيما بينهم، وأحيانا تكون المناظرات مع الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك بعد التبريك بهذه المناسبة الشريفة، أحببنا في هذا الأسبوع أو اخترنا في هذا الأسبوع أن يكون الموضوع حول هذا المحور، محور الإلحاد، أو ما يسمى يعرف بالزندقة في الماضي، في القديم كان يسمى الزندقة، اليوم يسمى بالإلحاد، الذي هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وإنكار كل ما يرتبط بالله سبحانه وتعالى من إيمان بملائكة أو رسل أو يوم آخر وغير ذلك. المؤسف أن هذا الإلحاد خصوصا في عصرنا الحاضر في السنوات المتأخرة بدأ ينتشر، وللأسف ينتشر في أوساط الأمة الإسلامية خصوصا في أوساط الشباب. طبعا إن شاء الله نستمع إلى كلمات الأخوين العزيزين، ولكن لعل ما أهم ما يميز هذه الظاهرة، ظاهرة الإلحاد في أوساط الشباب، أنها لا تقوم على أساس علمي، وإنما في الأعم الأغلب هي ردة فعل ونوع من الاحتجاج على سوء الأوضاع في البلدان الإسلامية، فتجد كثير من الناس يلجأ إلى التمرد على الدين فيتظاهر بالإلحاد أو يقول بالإلحاد. ولذلك أحببنا في هذه الليلة أن نلقي الضوء على هذه الظاهرة قديما في الماضي والحاضر، الإلحاد بين الماضي والحاضر. في الماضي ما هي مبرراته، ما هي أهم أقواله، أفكاره، الشخصيات الزنادقة أو الملحدين، هل كان الإلحاد دائما هو إلحاد حقيقي أو أنه لا، هناك إلحاد مقنع، سلاح استعمله الحكام ضد كثير من المصلحين اتهموهم بالزندقة وتم إعدامهم على هذا الأساس. وثم بعد ذلك ننتقل إلى وقتنا الحاضر لكي ننظر أو نبحث في هذه الظاهرة من خلال دراسات ومتابعات الأخوة المهتمين. في هذه الليلة يشاركنا أخوين عزيزين
سماحة الشيخ الدكتور مرتضى فرج، هو غني عن التعريف، أستاذ وباحث إسلامي. كانت دراسته حول فلسفة السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، عنده اهتمام خاص بالجانب العقائدي الكلامي. مؤخرا صدر له كتاب عنوانه أفي الله شك، هذه الآية الكريمة التي بدأنا بها الحديث، حاول من خلال هذا الكتاب أن يستعرض القضايا الكلامية في التوحيد بأسلوب مناسب لفهم عامة الناس، وإن شاء الله نستمع إليه وأنا أستفيد من حضوره في هذه الليلة. كذلك الأستاذ العزيز أبو در الصغير، هو غني عن التعريف، بيننا باحث مفكر له اهتمامات دراسات، له تحقيقات، عمل في مجال التحقيقات العلمية للكتب، وله تركيز على الجانب الفكري الفلسفي والكلامي، وله أيضا حضور معنا سابقا في مؤسسة الأبرار في بعض المناسبات. إن شاء الله نستمع لهما ونستفيد من مما يطرحان إن شاء الله، وبعد ذلك يكون لنا معهم جولة من المناقشة والحوار إن شاء الله. أنا لا أدري إذا يسمعون الصوت سماحة الشيخ والأستاذ، يفتحون المايك حتى نسمع أصواتهم إن شاء الله. يوسف يرفع الميوت عنه حتى نطمئن أنه المايكات تعمل بشكل جيد. الصوت مسموع بالنسبة لكم؟ هل صوتي مسموع؟ نعم شيخنا، حياكم الله، أهلا وسهلا سماحة الشيخ. الله يحييك. أستاذنا أبو ذر، فتحت الصوت من جانبكم؟ بعد ما سمعنا صوتك أبو ذر، افتح المايك بلمس الشاشة ورفع الخط الأحمر عن المايك. أبو ذر موجود؟ موجود أبو ذر، بس ما مو قادر يفتح الشاشة، يفتح المايك. المايك لم وحين اختفى. اختفى. لا موجود، هذا شوفه موجود. مولانا ارفع الخط الأحمر عن المايك أبو ذر. هي في مشكلة شيخنا، أن في مسج جاينا أن this meeting is being recorded، مسكر على يعني نص الشاشة. اعمل بس اعمل جوتت، يعني اضغط على اللي تحت جوتت انه اوكي الان. بلي بلي الان الان اشتغل الصوت. حياكم الله ابو ذر، اهلا وسهلا. يعني انا قلت نبهتك شيخي، فاذا حدث خطا او شيء. لا 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 ما اعرف الان جيد، احنا الان امور الى حد الان جيد. لا الى الان جيد، بس كنا نتمنى الصوره تكون بالعرض، لكن الظاهر ما دبرته. والله خليها بطل احسن ان شاء الله. الله يرفعكم ان شاء الله دائما. فاحنا تحبون ابو ذر تبداون؟ احنا انا قلت لك منهجيا ان نبدا معك خدمتكم، احنا منهجيا الشيخ. هو فعلا هو فعلا افضل تبدأ منهجيا تبداون انتم، يعني ان شاء الله نبدا وياكم ان شاء الله، فنستقبلكم بالصلاه على توكل على الله. محمد وآل محمد. أنا وقعت بين الشيخين بمعنى الأخص، مو ذيك الشخص. على كل حال توكل على الله، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح مسموع؟ نعم واضح الصوت، توكل على الله. الصورة كذلك الصورة طيبة ما شاء الله. جيد جدا جدا. على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفكرة أزلية وقديمة دائما، الصراع بين الإيمان والإلحاد موجودة منذ أن بدأت الخليقة وإلى يومك هذا وستستمر. لماذا؟ لأن الجانب الإيماني يتطلب إيمان بشيء غيبي، وهذا الشيء الغيبي أنت حينما تقدم أدلة يأتيك الآخر بأدلة أخرى. هنا نحن نقول ما يلي. أولا ابتداء الصراع نحو البقاء ونحو العمر المديد ونحو ما جاء نموذجا في ملحمة الجامش وهو وأنكيدو. لاحظ الصراع بينهما، لأن جلجامش فيه جزء من الإله، وأنكيدو رجل مصنوع بشريا من ماء وطين. حينما توفي عزيزه، هذا باختصار القصة، حينما توفي
ومات أنكيدو تركه 7 أيام كذا، ما بعد شاف أنه الموت حقيقة. فقال قام شنو ارتعب، مع أنه يملك جزءا من الإله، من أمه إله آلهة أو إلهة عقل. بهذا المعنى طلب، ذهب بحث وعاد، وصل إلى نهر أنه هلولة موجودة عشبة العمر والمدى وطول العمر والخلود موجودة في البحر. المهم نزل من هناك وطلعها وكذا، وبعدين احتالت عليه أحد الحياة وأكلتها وراحت عليه حيا. هنا حس أن القضية راحت من عنده، يعني راحت من عند الأزلية. هنا أنا قيمة المسألة، أنا في تصوري لو الإنسان حصل على المادة الأزلية لأصبح الإلحاد هو الظاهرة الأساس والإيمان هو الاستثناء. ممكن ليش؟ لأنه بعد ماكو شيء اللي يخوف مدام هو أزلي الوجود، إذن ممن يخاف على ماذا يخاف؟ فهنا صارت المسألة، إذن حينما انتهت فكرة الأزلية عند الناس ابتدوا يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن أرباب الحياة في مظاهر الزلازل وأمطار وغير ذلك، وكثير من الحالات الطبيعية التي تشاهدها في الكون. كل واحد حسب مصلحته اتجه للإيمان، مثل المزارع، لنفترض أن المزارع اتجه لإله المطر، جعل من المطر إله، والذي يحب الضوء والقمر والكذا جعل إله للقمر، والذي يحب الشمس والإنارة وغير ذلك، والذي يحب الجمال، الذي يحب دائما اللي يمتلك القوة والصراعات وكذا، يحب الزلازل والرياح والعنف وغير ذلك. هذه الأمور كلها ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى تعدد الآلهة. إذن فكرة أن ماكو إله غلط، مو موجودة لحد الآن، ماكو موجودة، ماكو منكر لحد الآن، ماكو منكر لله، ولكن كل وضعه لإله آخر هو يبحث عنه حسب رغباته وحسب تصوراته وحسب إدراكاته. هو المزارع يؤمن بإله المطر وغير ذلك. من هنا يبتدأ السؤال بما يلي، إنه إذا كان الإنسان بهذا والآلهة تعددت، وفوق الآلهة هنالك آلهة تخلق الآخرين، حينما تخلق الآخرين أصبحت مسألة شبيهة بالفوضى، خلينا نقول عليها شبيهة بالفوضى، تعدد آلهة وهؤلاء الآلهة يتصارعون فيما بينهم وغير ذلك. ظهرت من هنا ماذا؟ ظهرت من هنا نظرية زرادشتية، وهي أول ديانة التي ظهرت على بشكل متبلور، ظهرت قبل الديانات التوحيدية. والزرادشتية بهذه الحالة جاءت من يقرأها جيدا يجد أن الزرادشتية هي فكرة دينية موحدة، ولكن تخلط ما بين ماذا؟ تخلط هنالك إله للخير وهنالك إله للشر. من هذه انطلقت كثيرا بعض الأفكار الأخرى المعنوية، وهي المشكلة الكبرى في التاريخ الذي نحن بنينا عليه في التاريخ الإسلامي الحديث. في التاريخ الإسلامي ظهرت نتيجة لهذه الأمور، ونتيجة لعالم الغيب وغير الغيب والصراعات المستمرة، ظهر ماني وهو رجل من أهل العراق من الحلة. وهذا الرجل هو ماني ابن فاتك، حتى اسمه قريب من الاسم العربي أو العراقي، ولد في 216 ميلاد. هذا اتهم أتباعه بالزندقة. لماذا؟ لأنه يؤمن بنظرية النور والظلمة، يعني هنالك إله بالنور وهنالك إله بالظلمة، وأصبح صراع ما بينها بين هذين الإلهين النور والظلمة على حد سواء. هذه الحالة لم ترق، وهي غير واقعية بالطبع بالنسبة للإنسان الموحد.
انتشرت هذه الفكره وتصيدها ماذا؟ تصيدها يعني هذا مرور جدا سريع، طبعا مرور جدا سريع يعني عبر البرنامج في مكان في موقع خارج البيت لان ما كنت اعطي عندهم بيت. خرجت هذه الفكره واستعملتها ماذا؟ استعملتها النظم السياسيه مثل النظم بني اميه، استعملت كثيرا نظريه القدميه وغير ذلك وقتلوا قتلوا كثيرا من المفكرين وقتلوا كثيرا من العلماء وغير ذلك في زمن الأمر لجعد من الدرهم وأمثاله. أما في العصر العباسي أجت المسألة حاضرة جاهزة، أسسوا ديوان ماذا يسمى؟ ديوان يسمى بديوان الزندقة، أسسوه المهدي، زين أسسوه المهدي. في هذه الحالة كأنه أراد تصفية الآخرين حتى ماذا؟ حتى يصل إلى مراحل تثبيت الدولة، لأنه هو الخليفة الثالث ما تستلم في بعض الأمور غير مستقرة، فأراد تثبيت الأمور. والزندقة هذه هي فرصة جدا جيدة يعني نضرب عليها في تاريخنا الحديث، يعني معروفة مثل المكارثية في 1950، مكارثية أحد النواب في مجلس الشيوخ الأمريكي اتهم كثير من الوزراء في وزارة الخارجية الأمريكية أنهم مكارثيون، أنهم شيوعيون، وتم عليها فصلهم، اتهم الآلاف وفصلهم من وظائفهم وكذا. بعدين فهمت أنها لا، المسألة موثر من أنها كيدية. هذه الحالة الكيدية حالة ناجحة في التاريخ. في زمن المهدي كثير من الحركات الفكرية أصبحت هناك، وحركات ترجمة وحركات تأليف وحركات اتصال ما بين الثقافات، الاتصال ما بين الثقافات، الاتصال ما بين الثقافات يحدد ماذا؟ يحدد اتجاهات جديدة في العقل العربي آنذاك والعقل الإسلامي. حينما كان العقل العربي هو عقل الفتوحات آنذاك، عقل السير وعقل الخير وعقل، أما الآخرون الأمم الأخرى التي فتحت فرس والروم وغير ذلك، هؤلاء أصحاب حضارات في النتيجة وأصحاب فكر وعندهم كتبهم وعندهم تراثهم وغير كثير من الأمور. فحينما أتوا هؤلاء أتوا كذلك بفكرهم، لم يأتوا من فراغ. هذه الحالة هي التي أدت إلى الإرباك في ماذا؟ أدت إلى إرباك الحالة الإسلامية الموجودة، فأصبح كل من لا يوافق هو الأمير وكل ما لا يوافق هو السلطان يتهم بالزندقة، والزندقة دائما حدها القتل وهي مرادفة لعملية الكفر. والغريب أنه الزندقة هي لفظة غير عربية واستعملت وهي لفظة إيران وهي لفظة فارسية. والزندقة بالأساس سوف تكون وسوف تعرف أن ما حرف حتى من عرفها عرفها ابن تيمية، عرفها بأنها شكل من أشكال النفاق أو أنها تعني النفاق بمقابل الزندقة يعني النفاق. والنفاق إذن حتى لا يقال نفاق ويستمرون عليه، لأن هذا ينسحب تدريجيا إلى عصر الصحابة، لأنها ما تنقع في مشكلة أنه كان هنالك منافقون. طيب، وهذه سوف تصطدم بمسألة عدالة الصحابة وغير ذلك. فلذلك وقفوا ماذا؟ وقفوا بوجه هذه الفكرة وجعلوها فقط عن عمل الزندقة وإنكار الله، بينما هم المفروض مو مسألة إنكار وجود الله ترى بالزندقة، أنهم هؤلاء يؤمنون بالإله ويؤمنون بالمساعد أمامه كذلك. انقطع الخط أظن. كانوا خرج مسيل وهاشم. نعم شيخنا ما موجود، خرج. احتمال انقطع الخط عندنا. ان شاء الله مخلص التشارج، ننتظر لحظات لعله يعود.
تكلموا يا بالتليفون أول شو التشكيل. خلنا نتكلم يا لحظة. الآن يرجع، حصل عندنا انقطاع، الآن يعود إن شاء الله. خليه يفتح الصوت شيخنا، خليه يفتح الصوت الآن. وهذا من يتفضلوا؟ يتفضلوا، نعم كملوا. آسف والله شيخنا، تفضلوا. هي هاي الإرباكات وأنا مثل بشارع ترى قاعد. آسف حقيقة، ماذا أركز حقيقة؟ ماذا أركز ولا كان مو غش؟ على كل حال، فدائما الدول دائما الحاكم لابد أن يبرر، خاصة إذا كانت الدولة قائمة تحت عنوان أنها دولة إسلامية وغير ذلك، وإحنا جربين هذا الشيء. لابد من أن ماذا؟ لابد من أن يؤطرها بالإطار الشرعي، وأي خارج عليها لابد من أن يؤطره بإطار الكفر. أطروا هؤلاء المساكين كثير، من جملتهم الحلاج، وهذا أشهر ضحية لضحية فكرة الزندقة والمقفع وغيرهم من الشعراء والأدباء. لا أريد أن أستغرق في هذه المسائل. النتيجة ماذا؟ النتيجة أنهم وضعوا الله ووضعوا التوحيد ووضعوا الربوبية في خدمة الدولة، فجاءوا بالآخرين وذبحهم على هذا على هذه المسطرة تحت عنوان أنهم زنادقة. وفكرة الزندقة هي أنا كما قلت، فكرة الزندقة الأساسية ليس ألو تفضل، واضح الصوت؟ تفضل. وفكرة الزندقة أساسا هي قلت لك لابد أن تربط بماذا؟ بإنكار الله. وأغرب من هذا أنهم حينما يتهمون بالزندقة الآخرين يتهمون بعض حتى بالأصول الخلقية، ينسحبون على سلوكهم وينسحبون على أنهم ادعوا الربوبية مثل ما كان عند الحلاج مثل ما كان عند غيره، يدعون الربوبية ويدعون النبوة ويدعون كذا، ويجيزون الزنا بالمحارم ويتوضؤون بالبول ألفاظ عجيبة غريبة. ولكن كل هذا هي لم تثبت أساسا، لأنه من كتب التاريخ هو ابن السلطان وليس ابن الشارع الآخر. بهذه الحالة تلاحظ ماذا؟ تلاحظ أن ردة الفعل سوف تكون مما بين الحاكم والمحكوم، هذا الذي قتل أو غير قتل. الناس الآخرين سوف تحدث عندهم الردة. الردة بماذا؟ الردة ليست عن الله سبحانه وتعالى، حتى الردة عن تكون دولة نقول لا دينيين، يعني حينما يجد أن هذا التعسف في قتل الآخرين والملاحق الآخرين بهذه الطريقة والإساءة الآخرين بهذه الطريقة، ومن ثم ينسحب إلى التاريخ ويقرأ تجسيد الله وصورة الله والشاب الأمرد وغير ذلك من هذه الأمور، وحينما يقرأ عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والدخول إلى بيته ووضع الحديث على لسان أم المؤمنين السيدة عائشة وكيف كان رسول الله يغتسل وكيف كان كذا وكيف أنه كان في ساعة واحدة كذا يأتي نساءه، كل هذه الأمور تؤدي إلى الناس أنهم ما معقولة الأمور بهذه الطريقة. الذي وضعها والذي قولبها هو هذا الخط، يمكن هو هذا الخط الذي يمكن أن يسمى بالخط الشعوبي، بالخط المناهض للدين، مو الخط المناهض للدين اللي قاد ابن المقفع، اللي هو أساساً أعدم ابن المقفع لأنه وجه رسالة واضحة للمنصور في كيفية إدارة الدولة
ووجهه إلى طريقة إدارة الدولة على طريقة الخلفاء الراشدين والسنة النبوية الشريفة، ولكن هذا لم يعجب المنصور فاتهمه وأوصله بالنتيجة. وكذلك حينما أرادوا أن يقتلوا بشار بن بورد، محمد المهدي بسنة 167 هجري كان في طريقه إلى البصرة فسمع، كان بشار بن بورد وهو رجل ثمانيني توفي عمره، قتل وعمره 84 عام، يقول لك كان، شوف الرواية كيف أنها متهاوية ومتالكة، كان المهدي يمشي في الشارع في شوارع البصرة فسمع مؤذنا وقت صلاة يعني، ولا وقت ظهر أو صبح أو كذا، فقال من هذا؟ جيبوا، شافوا إذا هو بشار بن بورد. بشار بن بورد هو من أشعر شعراء العرب مع العلم أنه فارسي بالطبع. فقال ويحك لقد أحدثت ولقد كذا وقد تزندقت، فجيبوا وركبوا بالمركب وياه وظل معذب بيشري لأن موته ذب بالشط، قلت العراقيين ذب بالشط وراح إلى أنه تحت عنوان شنو؟ تحت عنوان أنه زنديق. شنو الغرض من هالقتل هاي لأنه مذل البغل؟ بينما هو من تقرى تاريخه، أول مهدي من تقرى تاريخه، حتى ما يرويه ابن كثير، وابن كثير هو أحد صنع أحد تلامذة الفكر التيمي، حتى تلامذة ابن تيمية هو والذهبي وغيره من هؤلاء المتربصون بالتاريخ وكتابة التاريخ بالشكل الذي يقول أن المهدي كان رجل غلماني وكان رجل كذا وكذا وصاحب أنس وطرب. واحد يأذن الظهر الساعة 11 ونص والأذان مثلا الساعة 2، يحاسبه ويعاقبه ويحكم عليه بالموت ويقول أنت متزندق. والوالي والخليفة وكذا، لأن الخليفة هنا هم هو حصن الخليفة، وإن ضرب ظهرك وإن سرق مالك وإن ضربك على قفاك وإن ما يجوز لك أنت أبدا، ما يجوز لك أن تطلع أو تحكي أو تقول أو شيء، لازم تسكت. أما المواطن الآخر ما له كل حرمة، حتى أن الحكام بعضهم وليد بن عبد الملك، وليد بن يزيد بن عبد الملك وغيره، جابوا فقهاء 40 فقيه شهدوا أنه الحاكم اللي الله وصل للحكم وصار على دست الحكم هذا لا يدخل النار، فإذا مضمون له الجنة. بهذه الأساليب هذه الإشكالات الطويلة العريضة اللي وردت في التاريخ الإسلامي، تلاحظ ماذا؟ تلاحظ أن حركة الفكر لابد من أن يقال، حركة الفكر لابد من أن تتركز خير من أن تسير الأمور بهذا الاتجاه، باتجاه فقط أما الموالاة الحاكم أو أنك زنديق وتقتل. وتراح التحذبات هاي مثل الحلاج رضوان الله عليه، يعني من يقرأ سيرة الحلاج ما يشوفه بهذه الطريقة اللي شوهوه فيها، وحتى طريقة القتل اللي قتل فيها سنة 309 هجري، حتى طريقة القتل التي قتل فيها تحت عنوان أنه زنديق، قتل بشكل استثنائي، يعني قطعوه إربا إربا وحرقوه. قبل كانوا يعذبوا يوم يعلقوا على الجسر والناس رايحة وجاية تفرج عليه ورجعوا للسجن وكذا، عذبوا فترة ومن ثم قتلوا وحرقوا ولبوا الرماد مالته بالماي بالنهر. تحت ماذا؟ تحت عنوان أنه شنو؟ أنكر يدعي أنه الله ويدعي أنه كذا. ابن الراوندي كذلك، ابن الراوندي اتهم بأنه كذا وكذا وأنه كافر وأنه ادعى الربوبية وأنه أجم. الرجل ابن راوند من تقرى تاريخه، يعني الرجل وكان معتزليا ثم أصبح يمكن 12 كتب عن الإمامة ثم خرج من هنا، ولكن الإنسان اللي يفكر من حقه أن يفكر. وحورب هذا الرجل وظلوا يتبعوا في كل مصادره، وقاموا يطلعون عليه هذا الحديث والإشاعات أنه كتب عن الإمامية، كتاب عن الإمام، هو عنده كتاب عن الإمامة وكان يقول الإمامة علي وكذا، وكيف أنتم تناقضون الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم نصب عليه كخليفة من بعده ومع ذلك تقفون ضد هذه وكذا. قالوا هذا إيه الكتاب صحيح وكتبه وشيء إليه، ولكن هذا لقاء 30 دينار انطوا الشيعة أو الدولار الروافض، انطوا 30 دينار وكتب قبلها كتب ضد المعتزلة، قالوا إنهم كانوا معتزلين وطلع، قالوا انطوا ذول اليهود والنصارى والمدري من، انطوا 400 درهم وعلى المحطة
زين طيب هو إذا يكتب بالأجر بثلاثين وأربعين فخم، ليش ما يكتب للسلطان؟ يعني إذا هو بايع دينه وبايع ضميره بإمكانه أن يكتب للسلطان ويصير أحد حاشية السلطان، ومن يكون حاشية للسلطان أنا ذا ينعم ويصير لوزن. والرجل مو مسألة أموال، مسألة فكر، يعني اللي يتنقل بين الفكر، ومن حق الإنسان يفكر فيه يعني، وإذا فكر وإذا رد. هذه الأمور كلها ماذا دعت إلى؟ إنكار كثير من الأمور في الدين، ومن ثم أنكروا حتى النبوة بالنتيجة، لأنه صوروا قسم من الناس. والأغلب حقيقة أغلب صناع الحديث، مو كتاب الحديث، صناع الحديث صور النبوة بشكل مرعب، بشكل مخيف. لذلك الناس اتجهت ماذا؟ اتجهت لنظرة العقل، يقول لك إذن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. وهي في نظرية أبو بكر الرازي، يقول الله سبحانه وتعالى هو خلقنا وانطانا عقل. طيب هو حينما انطانا هذا العقل، طيب ليش بعد احنا نقدر نميز الحق من الباطل؟ فإذا ما فائدة أن يبعث فينا نبي؟ يعني يجي النبي يقول هذا صح وهذا غلط، طب احنا عارفين بالعقل، احنا عارفين. والله الله حسب ما ورد في الحديث انه امر العقل ان ياتي فاتى، وعقب ادبر فادبر، فقال بك اعاقب وبك اثيب بهذه القضيه. ليش؟ لانه وصلت لهم نظريه، وصلت لهم صوره الانبياء اما مضخمه من خلال ماذا؟ من خلال معجزات ما حد يقدر يقتنع بها، او من خلال افكار ومن خلال سلوكيات للنبي مات متعبة ومرعبة يعني، والعياذ بالله دخلوا في خصوصياته وفي بيته وفي كذا وفي كذا. زين، ومن خلال ماذا؟ تصويرهم حتى لله أنه شاب أمرد ويزل على البغال ويزل كل ليلة خميس ويزل كذا وكذا. طيب الإنسان من عنده عقل يعني، الإنسان يقول لك أنا أرد أفكر يعني شنو من رب هذا الذي ينزل ويأتيني في كذا وكذا وعلى حمار وعلى دابة، وأنه يلبس النعال ولكن هذا النعال من ذهب، وأنه له يدان ولكن اثنين من يديهم، وعلى هذا المستوى على هذه الطريقة تراهم يفلسفون الأمور ويريدون يمشون الدين تحت هذا العنوان. المشكل في المسألة أنه كثير من الروايات وكثير من الموروث ما لا يتفق مع هذا، ما لا يتفق مع العقل، وبالتالي يريدك أن تؤمن بهذه الروايات وأن تكون أحد مروجي هذه الروايات، مو فقط تؤمن بها. ولذا ظهرت كثير من الفرق الكذا والكذا العدائية، واللي عصرنا الحالي شوف من داعش من نصر وغير ذلك. وهذه الأسباب كلها دعت ماذا؟ دعت إلى نفرة الناس ونفرة الشباب من الدين بهذه الأسباب وبهذه الدواعي. وكثير من الأمور حينما يأتوك ويقولون لك أن الرسول قال تفترق أمتي 73 قبلهم اليهود 71 يقولون النصارى 72 يعني طلعنا أتعس حتى من اليهود والنصارى 70 و72 حتى 73 فقناهم وكل هالهوسة، وإذا بس فئة واحدة تنجو. بينما هذه ظهرت وظهرت، يعني تشوف ابن عربي حينما يقول الطرق إلى الله لعدد أنفاس البشر، الطريق إلى الله واضح، الطريق إلى الله يخوفوك من الله سبحانه وتعالى، خوفوك من الدين. يعني الدين ما معقولة يعني الإسلام طويل عريض وكذا بنبوة وبخلفاء وكثير من هذا، وإذا كلها القضية احنا 73 فرقة يجوز 730 قليل 73 فرقة، واحنا هاي 73 فرقة كلها شنو؟ كلها في النار إلا واحدة. طيب هاي الجنة شكبرها والنار شو ساحة؟ بهذه المعاني أنت لا تستغرب من الشباب أن ينفر، ولا تستغرب من الآخرين أن يطووا صفحة الدين ويتجهوا باتجاهات أخرى، لأن هذا يريد يخلص من هذا العذاب. يعني أنت مخوف من الله ليل نهار، مخوف من الله ليل نهار، تجي تصور للنبي من يطل الحمام شلون، من يضاجع نساء شلون، وكذا وكذا، من قاعد على بستان حائط مرت امرأة جميلة ودخل الرسول إلى بيته وكذا وكذا. هذه الأمور كلها الفضائح الجنسية والفضائح الخلقية والكذا والكذا، وتريد من الشباب أنه يجيك ويوقف لك في المسجد ويقول لك شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله خير، والله هذا الدين محترم اللي علمني رسول الله شلون يجامع النساء ساعة واحدة، الإسلام هالشكل، الإسلام اللي واحد يقول لك من ترك صلاته يستتاب وإلا قتل،
سب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وإن تاب لا تقبل توبته فيقتل وكثير من الأمور. شوف حصانة الكتابي أكثر من حصانة المسلم أصبحت، لأن الكتابي حتى إذا سب ما عليه شيء، يمكن يستثاب ويروح الله يعني. أما أنت كمسلم تجرى على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وإن تبت لا تقبل توبتك، هذه الأمور كلها صعبة على الإنسان. أنت تجي تريد تدلل على الله وتريد تدلل على سلامة الدين وتريد تدلل على سلامة الخلق بأمثال هذه الحديث وبهذه الترهات. بالنتيجة الشباب دائما والإنسان دائما لا تدلل له بالغيب بغيب آخر، لا تدله على وجود الله بمسائل اعتبارية فقط. الله سبحانه وتعالى حينما جعل الكعبة قبلة للمسلمين، حينما جعل الكعبة قبلة للمسلمين، هذا جزء مادي أمامك، منظور يعني. ما نقول إحنا جعل واسطة بينك وبين هي الكعبة كنموذج وشي، لا 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 لا، بس تعرف أنك حينما تتجه إلى الكعبة اتجهت إلى الله، بحاجة إلى شيء مادي أنت كذلك، بحاجة إلى أصول بحيث تريد تصل بها إلى هذا. النظرية الصوفية هي انطلقت أما نظرية الحلول مثلا، التصوف بعض الحلول، يريد يريح نفسه من هذا العذاب. يقول لك أن الله جزء من الله يحل في الذات، العدل الرحمة الكرم كل هاي جزء من ذات الله، هو يحل في الإنسان. العطف حينما يدخل في نفس الإنسان، هذا يقول لك جزء من ذات الله يدخل في نفس الإنسان. يا أخي دع الخلق للخالق، أنت لا تكفر الإنسان على هذه، لا تكفر الإنسان حتى على نظرية التناسخ. يقول لك مثلا الإنسان من يموت يبدأ العذاب مالته من القبور إلى أن الله أعلم. طيب يجي السؤال ودائما يسألون ذولا نظرية التناسخ أو غيره شيء، أو نظرية الكارما سموها، يعني كيف ما تعمل تلاقي ذلك العمل، أنت إن كنت جيدا فجيد وإن كنت سيئا فسيئ. طيب الإنسان حتى اللي جيد، يعني مثلا واحد عمره 60 سنة أو 50 سنة وعمل عمل جيد، هذا يكافأ طول عمره أنه آدمي مرتاح وهذا وحياة أبدية، يعيش أنهار وعسل وخمر ونساء وحور عين. واللي عايش 50 سنة كذلك بكذا يعني ما له دخل لا بالدين ولا شيء، يعذب طول عمره لأنه عاش هذا الشكل. فهم مش يأخذون المسألة، يقول لك طيب الإنسان مدام حتى انقنع بأنه نظرية الموت مقبولة، حتى يعرف أن نظرية الحياة جزء منها هي الموت، يعني جزء من نظرية حياتك أنت أن تموت، فلا تستغل الموت. كيف هذا؟ يقول لك أنت من تموت يمكن أنك تنسخ إلى عالم آخر، إلى رجل آخر، إلى حسب نوعيتك، إن كنت دينا خلقا مسارخ مش يصير أمام رجل متواضع بسيط ثري كذا كذا تساعد الآخرين، وحينما تكون قاتلا سوف تحشى، سوف تنسخ روحك إلى حيوان مفترس، إلى حيوان قدر، إلى كذا كذا. ومن ثم حينما تقوم القائمة، حينما تقوم القائمة هذيك الساعة يحاسب الإنسان كله حسب أعماله وحسب الكارما التي وصل بها والتي وصل إليها. إذا نظرية الكفر والإلحاد بالله ترى جدا قليلة، يعني من يقرأ تاريخ الأديان لا يرى إلا في زمن أبي قور وأستاذه طلعت نظرية الإلحاد، يعني قائمة على نظرية مبدأ اللذة وغير ذلك، وطلعت هاي بعدين جت متأخرة وجودية وقبلها كارل ماركس وغيره وغيره وغيره، الفكر الماركسي وغيره، زين طلعت هاي النظريات. ولكن من حيث المبدأ ومن حيث الأساس الإيمان في داخل الجذر الإنسان لا يمكن أن تتخلى عنه النفس البشرية أبدا. أنت يمكن أن تزرع الإيمان ببساطة في نفس الإنسان، ولكن لا يمكن أن تزرع الإلحاد في نفس الإنسان ببساطة، لأنه يبقى بحاجة إلى عالم آخر، إلى عالم خلفي، إلى عالم خفي، بحاجة إلى أن حتى نظرية صراع الموت، حتى يتقبل الموت الإنسان إذا ما يؤمن
بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ترى يكون نظرية الموت يعني مثل نظرية الدهرين عملية جدا معقدة وعملية غير متحملة، ولكن الإنسان حينما يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يؤمن بعدالة الله، يؤمن برحمة الله وصفح الله وكثير من الأمور، يرى أن الموت هو في تلك اللحظة هو جزء من نظرية الحياة. فإذا النظرية الزندقة وغير ذلك دائما استعملت وتستعمل وستظل تستعمل في مواجهة الفكر وفي مواجهة العقل من قبل الحاكم حينما يريد أن يبقى. على كل حال أنا أعتذر كثيرا لأنه مشوش الفكر ومشوش، لأن أجلس في مكان عام شيخي، فعذرا للآخرين إن لم أستجمع الأفكار، وعذرا للآخرين إن حدث عدم تسلسل في الموضوع، وإن شاء الله نكون قد أدينا جزء ما علينا إن شاء الله. وقت دعوان الحمد لله، والشكر الجزيل لكل من استمع وتحمل عبء استماعي. أحسنتم. شكرا للأستاذ العزيز أبو در الصغير على هذه الإضاءة. على بلي احنا نسمعكم جيد صوت. شكرا للإضاءة على حركة الزندقة حقيقة، وجاء بها من أيام يعني قلقامش والملحمة مرورا بالعصور القديمة إلى انتهاء إلى عصور الإسلامية، وبين أنه كثير من هذه يعني التهم، تهم الزندقة كانت تستعمل من الحكام من أجل القضاء على الخصوم، وهذا لا ينفي وجود زندقة حقيقية، يعني مسألة إنكار لله أنها موجودة، ولكنه للأسف استعملت هذه التهمة وهذه هذا العنوان للتخلص من الخصوم، استفاد منها الحكام والطغاة للتخلص ممن يعارضهم فكريا أو سياسيا. على كل حال شكرا للأستاذ أبو ذر، وإن شاء الله تبقى ويانا إذا أمكن، حتى إن شاء الله خلال المداخلات والحوار نستفيد أيضا من مداخلات الأخوة وأسئلتهم إن شاء الله. نستمع الآن إن شاء الله إلى مداخلة وكلمة سماحة الشيخ الدكتور مرتضى فرج. كما قلت هو حديثا صدر له كتاب أفي الله شك، وواضح من العنوان وإن كان هو في مجال علم الكلام، ولكن واضح أنه أيضا يشير بطريقة أو أخرى إلى ما يجري الآن في عالمنا الإسلامي من تنامي ظاهرة الإلحاد خصوصا في أوساط الشباب. نستمع إليه ومستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أود في البداية أن أبدأ من حيث انتهى أخونا العزيز، وكما أشرت شيخنا قبل قليل في ملاحظة بالغة الأهمية، وهي أن الزندقة استعملت كأداة للتخلص من الخصوم السياسيين، إلا أن هذا لا يعني عدم وجود موجات زندقة في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، وامتدت فترة معينة ثم انحسرت ثم عادت مرة أخرى في زمن الإمام الهادي والعسكري عليه السلام. فعدة موجات جت في الزندقة والإلحاد في زمن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وطالما نحن نعيش هذه الليالي ذكرى شهادة الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، فأود أن أبدأ برواية جميلة جدا يعني يرويها الكليني حول حوار جرى بين الإمام الرضا سلام الله عليه وأحد الزنادقة. يروي الكليني عن محمد بن عبد الله الخراساني خادم الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول: دخل رجل من الزنادقة على أبي الحسن الرضا عليه السلام وعنده جماعة، فقال أبو الحسن الرضا عليه السلام: أيها الرجل، أرأيت إن كان القول قولكم، يعني إذا كان فعلا مثلا ما في إله لنقل هكذا، أرأيت إن كان القول قولكم وليس هو كما تقولون، يعني هناك إله ولكن لنفترض جدلا، ألسنا وإياكم شرعا سواء؟ لا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقارنا في نهاية المطاف؟ لنفترض جدلا بأنه لا يوجد هناك إله، هل نحن خسرنا شيئا؟
إذا صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا؟ يقول فسكت الرجل، ثم قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: وإن كان القول قولنا وهو قولنا، يعني بالفعل هناك إله كما نحن نؤمن، ألستم قد هلكتم ونجونا؟ هذا الحوار، قبل أن أكمل الرواية الرائعة، هذا الحوار يذكرنا بما يعرف برهان باسكال، باسكال ويجر، هو تقريبا نفس المضمون ولكن عرف في الغرب بأنه هي حجة ذكرها باسكال، مع أنها موجودة في تراث أهل البيت سلام الله عليهم. بعد ذلك تكمل الرواية، ثم قال أبو الحسن رضا عليه السلام، بعد ذلك الزنديق يسأل: رحمك الله، أوجدني كيف هو وأين هو؟ إذا كان فعلا هناك إله، كيف هو الله وأين هو؟ فقال: ويلك، إن الذي ذهبت إليه غلط. وهذا يعني بالفعل كما أشار أخونا قبل قليل بأن هناك صورة مشوهة عن الله سبحانه وتعالى، وهناك صورة مشوهة عن النبي صلى الله عليه وآله. حاول أئمة أهل البيت سلام الله عليه تصحيح هذه الصورة قدر الإمكان. ويلك، إن الذي ذهبت إليه غلط، هو أين الأين بلا أين، وكيف الكيف بلا كيف، فلا يعرف بالكيفوفية ولا بأينونية، ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء. إذن الله سبحانه وتعالى ليس كبقية الأشياء التي توضع تحت المجهر أو بالميكروسكوب يرى أو شيء من هذا القبيل، وهو الذي خلق الزمان وخلق المكان، فلا يكيف بكيف ولا يؤين بأين. يقول: فقال الرجل: فإذا إنه لا شيء إذا لم يدرك بحاسة من الحواس. هذا إشكال لطيف جدا، ينسجم تماما مع الإشكالات اللي تطرح عادة، لأن إذا كان هناك يعني كائن لا يمكن أن يرصد لا بالتلسكوب ولا بالميكروسكوب ولا يمكن أن يرصد بالحواس، إذن هو غير موجود. وهذه اللي طرحته الوضعية المنطقية وكثير من الاتجاهات الإلحادية. فقال أبو الحسن عليه السلام إجابة على هذا الكلام، كلام الزنديقي اللي قال: فإذن إنه لا شيء إذا لم يدرك بحاسة من الحواس. الإمام الرضا يجيب: ويلك، لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته، ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا بخلاف شيء من الأشياء. أصلا إذا في شيء يجعلنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى فلأنه مجرد، لأن الأشياء المحسوسة هي في نهاية المطاف تحتاج إلى المكان وإلى الزمان، وتحتاج إلى علاقتها ببقية المحسوسات وغير ذلك. فإذا كون إيماننا بالله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى الغني المجرد عن الزمان والمكان، وهو الخالق للزمان والمكان، هو كون الله سبحانه وتعالى مجرد هو اللي يجعلنا نؤمن به. هذه كمقدمة فقط لموضوعنا. دعونا في البداية، يعني أود في البداية أن أتحدث عن معنى الإلحاد. شنو معنى الإلحاد؟ وطبعا الموضوع يعني بقدر ما يتسع الوقت، يعني من سنوات طويلة اشتغلت على الموضوع هذا بأنه ما هي أسباب الإلحاد، فصنفتها إلى أسباب نفسية، أسباب اجتماعية، وهناك أسباب تاريخية أشار بعض هذه الأسباب التاريخية أشار لها أخونا قبل قليل، مهمة جدا، ولكن تبقى هناك أسباب نفسية واجتماعية مهمة أيضا. لغويا الإلحاد يعني الميل عن الجادة والأصل، ولذا اللحد هو الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت، لأنه قد أميل عن وسطه إلى جانبه. يعني لو تلاحظ لما يحفر للميت تحفر حفرة هكذا في العمق، ثم بعد ذلك تحفر حفرة جانبية يوضع فيها الميت، هذه الحفرة الجانبية التي يوضع فيها الميت هو اللحد. إذن اللحد ليس هو القبر، وإنما هذه الحفرة الجانبية. لماذا سميت لحد؟ لأنها انحرفت عن الحفرة الأصلية إلى الجانب. ولذا هذا الإنسان الذي ينحرف عن الجادة، يبتعد عن الجادة، يقال له لغويا ملحد. والقرآن انطلق من هذا المعنى اللغوي فاستعمل الكلمة بمعنى الميل عن جادة الصواب في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولكن المعنى الاصطلاحي للإلحاد ارتبط بعدم الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى،
ومثل ما تعرفون باللغة الإنجليزية atheism يعني هو الحاد عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هناك اتجاهين أساسيين في اتجاهات الإلحاد، أو لنقل هناك درجتين من درجات الإلحاد. الإلحاد يعبر عنه بالإلحاد الصلب أو القوي، ويعني الاعتقاد بعدم وجود الله. وهناك إلحاد ضعيف وهو عدم الاعتقاد بوجود الله. يعني للوهلة الأولى تشوفون كأنه ما في فرق بين المصطلحين، ولكن في فرق كبير جدا، فرق كبير بين الاعتقاد بعدم وجود الله وعدم الاعتقاد بوجود الله. الاعتقاد بالعدم يختلف عن عدم الاعتقاد، يختلف تماما. الاعتقاد بالعدم هو اعتقاد صلب جازم يزم فيها الملحد عادة بعدم وجود الله. أما الإلحاد الضعيف اللي هو عدم الاعتقاد يعني يقترب من الموقف الشكاك أو لا أدري. وكثير من الملحدين وإن كانوا من الناحية يعني الواقعية ربما هم يعني عندهم إلحاد صلب، ولكن لا يجرؤون إلا أن يطرحوا إلحادهم كإلحاد ضعيف. لماذا؟ لأن من الناحية العلمية مثل ما الإثبات يحتاج إلى دليل، إثبات وجود الله يحتاج إلى دليل، أيضا نفي وجود الله أيضا يحتاج إلى دليل. وطالما هم يدركون، كل الملحدين يدركون بأنهم ما عندهم أدلة على عدم وجود الله سبحانه وتعالى، فهم يضطرون في نهاية المطاف عندما يطرحوا إلحادهم يطرحوه ويصيغوه على أنه إلحاد ضعيف، وإن كان هو في الحقيقة يعني عند بعضهم هو إلحاد قوي. على سبيل المثال عند ريتشارد دوكنز مهما حتى لو طرح بأنه إلحاد ضعيف، في الحقيقة لما الواحد يرصد سلوكه وكلامه وطرحه بشكل عام ما يقدر يشوف إلا إلحاد صلب وقوي. طبعا هذا المعنى الرائج للإلحاد. وهناك معنى آخر للإلحاد بالغ الأهمية اللي هو ديزم، اللي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يؤمن بالله ولكن لا يؤمن بالنبوات، لا يؤمن بالشرائع، لا يؤمن بكتب سماوية، لا يؤمن بوجود واسطة بين الله سبحانه وتعالى والبشر من أنبياء ورسل وغير ذلك. هذا الاتجاه عرف في أوروبا بالدين الطبيعي، وقد يترجم بعض الأحيان يعني اليوم بالربوبية، أو يقولون يقال لهم ربوبيين، والأصح أن يقال لهم يقال لها الألوهية مو الربوبية. لأن الربوبية ماذا تعني الربوبية؟ أنك أنت تؤمن بالله سبحانه وتعالى بوصفه ربا، والرب هو المربي، يعني لا يمكن أن يترك خلقه هكذا دون هداية، فلا بد أن يتصل بخلقه. فمو صحيح ترجمة الديزم بالربوبية في تقديري، هي الألوهية بمعنى أنه يؤمن بإله ولكن لا يؤمن بشرائع ونبوات وشيء من هذا القبيل. الآن أود أن أتحدث عن موجة الإلحاد اللي شفناها يعني في يعني العقدين أو ثلاث عقود الأخيرة. خلال العقدين أو ثلاث عقود الأخيرة ظهر ما يعرف بتيار الإلحاد الجديد، وهم في الحقيقة أفراد معدودون لكن لهم تأثير واسع. فيهم الفيلسوف وعالم الأحياء والكاتب الصحفي، ووجدوا فرصتهم السانحة لكي يرفعوا صوتهم عاليا في أحداث 11 سبتمبر 2001. يعني من 2001 ارتفعت موجة الإلحاد الجديد بصوت مرتفع. فعلى سبيل المثال كتب سام هاريس نهاية الإيمان سنة 2004، وكتب ريتشارد دوكنز وهم الإله في 2006، وكتب دانيال دينيت وهو فيلسوف أمريكي كسر الفتنة أو إبطال السحر في 2006، وكتب أيضا كريستوفر هيتشنز الله ليس عظيما في 2007. وتشوف هذه الكتب معروضة يعني بشكل واضح وبارز في المكتبات على الأقل قبل 15-20 سنة تقريبا، 15 سنة لنقل وعشر سنوات، إلى شوي شوي انحسرت. نشوف هذه الموجة نسبيا انحسرت، لم تعد كما كانت في البداية، ولكن تحورت إذا صح التعبير. اليوم شلون نتكلم عن وباء كورونا وأن كورونا تحور، نفس الشيء ترى حتى موجة الإلحاد تحورت في تقديري في فهمي ومتابعتي لها تحورت. يعني هي بالأساس ظهرت كإلحاد عدم إيمان بالله سبحانه وتعالى، وكان كل التركيز على قضية الإيمان بالله والتشكيك في الإيمان بالله في عالمنا على الأقل،
في عالمنا تحورت إلى مسألة النبوات، عدم الإيمان بالإسلام أو بالأديان عموما. ولذا كثير من ممن كان يطرح الإلحاد ويشكك بالإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الآن يقتصر تشكيكاته تقتصر على 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 الإسلام أو على النبي محمد أو على الأديان عموما، النبوات عموما. وفي الحقيقة ما مادتهم الأساسية، مادة هؤلاء الملحدين الأساسية اللي من خلالها يؤثرون على الآخرين، هو ما يقوم به المتطرفون المتدينون عموما والمتطرفون الإسلاميون على وجه الخصوص من جرائم وسلوكيات تتنافى مع الإنسانية والعدالة. وما جرى على سبيل المثال في العراق وسوريا عندما انطلق المتطرفون كالوحوش الضارية لافتراس بعضها البعض، ف يعني كان كثيرون يقولون يعني في منطقتنا يعني بأن هؤلاء يدعون التدين إن لم يرحموا بعضهم بعضا فكيف سيتعاملون معنا غدا لو استقرت لهم سلطة فعلية. وأتحدث هنا عن داعش والنصرة وغيرها من هذه الحركات اللي كانت تنشر بعض المقاطع اللي يقشعر لها جسم الإنسان المسلم، يشعر بالنفور الشديد ويشعر بنوع من العار من التراث المشوه والمشوش لصورة الإسلام النقية. مع كل ذلك في تقديري يصعب الكلام عن الإلحاد الجديد بوصفه ظاهرة. فكلمة ظاهرة تستعمل في علم الاجتماع عادة ويتحدثون مثلا عن ظاهرة اجتماعية، وتطلق الكلمة على الأمر المتكرر حدوثه بنحو يصبح واضحا يمكن رصده بسهولة. ولذا يتحدثون مثلا عن ظاهرة الفقر، ظاهرة الأمية، ظاهرة الطلاق إلى آخره. هذا إذا وصلت إلى معدلات مرتفعة. الآن الحكم على الإلحاد بأنه أصبح ظاهرة أو لم يصبح ظاهرة، هذا الحكم يتطلب إجراء إحصائيات علمية غير متحيزة، وهذا الأمر في حدود علمي لم يحدث بعد. يعني ما عندنا إحصائيات علمية غير متحيزة، الإحصائيات المتداولة لا يمكن الوثوق فيها. لماذا؟ لأن التصريح بالإلحاد يعتبر أمراً غير مقبول في مجتمعاتنا. ولذا سوف أتحاشى الحديث عن ظاهرة إلحاد وأتحدث عن موجة إلحاد، وهذه الموجة تأتي على درجات وهي قابلة للتزايد أو الانحسار. ويعني وكما قلت يعني هي فترة معينة كانت قوية ثم انحسرت ثم تحورت وهكذا. يعني لما أنت تقرأ في التاريخ تشوف هذا الشيء ليس غريبا أبدا. يعني الإنسان اللي يشعر بالصدمة بسبب هذه الموجة في الحقيقة لم يقرأ التاريخ، وإلا لو قرأ في سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام، وليس سيرة أئمة أهل البيت فقط، الأجواء الاجتماعية في زمن أئمة أهل البيت عليهم السلام وموجات الزندقة والإلحاد اللي ظهرت، يعرف بأن هذه القضية بين مد وجزر أمر طبيعي جدا. ولكن يبقى السؤال الملح، يعني هل سينتشر الإلحاد أم سينحسر؟ في تقديري هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الإلحاد مجرد موجة وتنحسر، قد تستمر سنوات معدودة ثم تنحسر، وهذا شخصيا ما أرجحه. الاحتمال الثاني وهو ما يقلق فعلا، أن يتحول الإلحاد إلى ظاهرة فيترسخ ويضرب بجذوره أرض المنطقة ويجري علينا ما جرى على أوروبا ابتداء من عصر النهضة. الآن بعد ما تتكلم أنت عن 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 موجة إلحاد في أوروبا شيء تجاوز حتى الظاهرة، يعني حالة الإلحاد مستشرية للغاية وخصوصا في بعض الدول الأوروبية ربما أكثر من دول أخرى. الآن ما يزيد احتمالات السيناريو الأول أو الثاني أنه مجرد ظاهرة تنحسر أو لا تترسخ لا سمح الله، اللي يحدد الأمر هي عوامل متعددة أغلبها يرتبط بردود أفعالنا وسلوكنا. فالتعصب والتطرف الديني والإرهاب اللي شفناه في العراق وسوريا ووضع حكومات المنطقة المهلهل وعدم قدرة شعوب المنطقة على بلورة أنظمة جديدة قائمة على أساس احترام عقل الإنسان وكرامة الإنسان، كل هذه الأمور ستغذي في تقديري الإلحاد. إذن لا أستطيع أن أفصل الاضطراب الاجتماعي والسياسي في المنطقة مع يعني تصاعد موجة الإلحاد. والإلحاد طالما لم ينشأ عن بحث فكري وفلسفي جاد
فبواعثه على الأرجح هي بواعث نفسية واجتماعية، كبت سياسي، تخلف خطاب ديني، انتشار تعصب ديني ومذهبي، وفي تقديري لا حل مع موجة الإلحاد إلا بالحوار العقلاني الجاد والرصين دون استخفاف أو استهزاء. طبعاً هذه يعني مقدمة أساسية، وهنا أود الآن أن أتحدث شيئاً فشيئاً عن أسباب الإلحاد. ما هي أسباب الإلحاد؟ دعوني أبدأ في البداية بأسباب الإلحاد النفسية. طبعاً الإلحاد كما أشرت قبل قليل قد يكون فكرياً، يعني هي شبهات فكرية، أسئلة واعتراضات طبيعية، وقد يكون الإلحاد سلوكياً، يعني انحرافات أخلاقية عملية. يعني الرجل بالأساس هو يريد أن يتفلت أصلاً من القيود الأخلاقية، فيعني يشعر بأن الدين يقيده، فهو يرفض الدين بالأساس حتى يعني ينفلت كما يريد. أو قد يكون الإلحاد انفعالياً، هي غضب وردة فعل. الآن الغضب وردة الفعل إما لظرف شخصي هو يعيشه هذا الملحد أو لوضع اجتماعي، هذا يعتمد. فإذا لابد من التمييز بين ملحد الفكرة وملحد الانفعال. ملحد الفكرة يعني إلحاد فكري، أما إلحاد الانفعال فهذا مختلف. وفي تقديري يعني أغلب حالات الإلحاد اللي التقيت فيها من الشباب هي حالات انفعال، إما بظرف يعني نفسي هو يمر به أو ظرف اجتماعي هو متأثر به أشد التأثر. طبعاً الإلحاد الفكري في تقديري وايد أهون، لأن تستطيع أن تحاوره فكرياً. ولذا عندما كتبت أفي الله شك، طبعاً الحين صار له يمكن 10 سنوات الكتاب، يعني قديم يعني ليس حديثاً، عندما كتبت الكتاب يعني وكان في أوج موجة الإلحاد في ذاك الوقت، يعني كنت أتصور بأن يعني كان تصوري لعلاج القضية يعني فيه شيء من السذاجة إذا صح التعبير. كنت أتصور القضية قضية فكرية، وبالتالي إذا يعني استطعت أن أفند كل الأسباب الفكرية والشبهات والإشكالات، وفعلا رصدت كل الإشكالات الفكرية والفلسفية اللي يمكن تطرح، يعني حاولت أن لا أترك أي إشكال صغيرا كان أو كبيرا إلا وأجيب عنه في هذا الكتاب. ولكن بعد ما طبع الكتاب وانتشر الكتاب وظليت أتأمل في هذه الموجة، اكتشفت بأن القضية ليست قضية فكرية في غالب الحالات. يعني كثير من الشباب أنت يعني مشكلته مو يعني ليست إجابات على أسئلة فكرية، رغم أهمية الشيء هذا، يعني رغم أهمية بأن المفكرين والدعاة وعلماء الدين مفروض يكونوا جاهزين، أصلاً جاهزين كلهم باعتاد وعدة فكرية كاملة، بحيث مطلعين على كل الإشكالات والشبهات ويكون عندهم إجابات معقولة وعقلانية يمكن أن تقنع الطرف الآخر. ولكن لا يتصور إنسان بأن معرفته العلمية بهذه الإشكالات هي تحل القضية، أبداً، هي قضايا نفسية واجتماعية. ولذا يعني لابد الإنسان عندما يلتقي بملحد أو يعني يشوف حالة إلحادية إذا صح التعبير، لابد أن يقيم هذه الحالة في البداية. يعني الآن من خلال تجربة سنوات طويلة مع كثير من الشباب اللي عندهم إشكالات إلحادية وغيره، ما عدت يكون دائما عندي يعني كلام جاهز وإجابات جاهزة وأروح أفرغ هذه الإجابات الجاهزة، أبداً أبداً. في البداية أستمع له وأحاول أفهم وضعه النفسي والاجتماعي، شكله، تعابير وجهه، لغة جسده، أشوف شنو يعني تجاربه اللي يمر فيها، تاريخه، تخصصه، قدراته الذهنية، كثير من الأشياء لابد أن أقيمها في البداية في الحالة اللي أمامي، حتى يعني قبل أن أدخل معه في أي نقاش فكري. وأيضاً من المشاكل النفسية اللي أيضاً لاحظتها بالتجربة اختلاط قضية الإلحاد بالوسواس القهري، بمرض الوسواس القهري. تعرفون الوسواس القهري، إحنا المتدينين عادةً الوسواس القهري في قضية الطهارة والنجاسة والصلاة والتكبير يكبر أكثر من مرة، ويعني معروف حالات المتدين لما يصير عنده وسواس قهري أكثر شيء في الطهارة والنجاسة، يعني والله يكون بعونه في الغسل وغيره. ولكن لا، هي من ناحية في علم النفس الوسواس القهري حالات أكثر أوسع من ذلك بكثير. قضية حتى لو ما كان أصلاً متدين إنه يغسل إيده كثيراً، بعض الأحيان شيء مرتبط بالفكرة. أنا بعض الشباب كان يقول لي في شيء يضغط على ذهني
يضغط على ذهنه بأن والعياذ بالله أسب الله سبحانه وتعالى أو كذا وكذا، عنده مشكلة فعلا تحتاج إلى رجوع إلى 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 طبيب نفسي حتى يصف له أدوية تتعلق بالوسواس القهري. فقد يختلط بعض الأحيان، طبعا لا أقول بأن كل الملحدين عندهم وسواس قهري، لا أقول ذلك، ولكن بعض الحالات قد تكون من هذا القبيل. بعضهم بعض الحالات الإلحاد قد تكون متأثر من ناحية نفسية كثيرا بمشكلة الشر، مشكلة الشر problem of evil. هذه المشكلة طبعا لها شقين، لها شق فلسفي فكري، وهذا يعني عالجه الشهيد مطهري في كتاب العدل الإلهي، ودروس يعني دروس مطولة عندي في يعني مرفوع على اليوتيوب في شرح الكتاب العدل الإلهي، فهي من ناحية فلسفية تم معالجتها. أما أتكلم عن الجانب الفلسفي، أتكلم عن مشكلة الشر من ناحية النفسية. يعني هذا الإنسان لنفترض اللي خلينا نفترض زوجته وعياله كلهم مثلا بحادث سيارة كلهم ماتوا، وتي تقول له والله يعني وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن، يقول رجاء لا تكلمني، مو قادر يتحمل. يعني بعض الأحيان يكون البلاء ضاغط على الإنسان إلى درجة إنه ما يتحمل أحد يقول له والله تعال خلينا نحلل الشر. إذا حللناه مثل ما قال الشهيد مطهري، إذا حللناه راح نشوف إنه هو شر عدمي، ترى مفهوم عدمي، وإنه هو في جانب نفس نسبي، وهو بالنسبة لك شر بس بالنسبة لك، ما يتحمل الكلام الفكري. هو الآن واقع تحت ضغط نفسي غير عادي في تجربة قاعد يمر فيها مؤثرة جدا مهيمنة عليه. فمثل هذا الإنسان لابد أن يهدأ في البداية، لابد أن نحاول نطلعه من هذه الحالة النفسية اللي هو قاعد يمر فيها. حتى بعد ذلك ممكن بعد ما يلتئم هذا الجرح اللي هو قاعد يمر فيه، ممكن نكلبه بكلام فكري أو فلسفي أو شيء من هذا القبيل. أيضا من المشاكل النفسية اللي ممكن تكون هي من أسباب الإلحاد، العلاقة غير السوية مع الأب. وهذا الكلام يعني بول فيتس، هذا عالم نفس معاصر وكلامه مرفوع على اليوتيوب موجود، يعني عنده نظرية مهمة جدا. الآن لا أريد من البداية أبين، لا أريد أن أقول أن هذه النظرية صحيحة، ولكن نظرية مطروحة على أي حال، نظرية مطروحة قد تنقد ولكن جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار أو يفكر فيها. هذا بول فيتس كان ملحدا لمدة عقدين، 20 سنة ملحد، ولكن بعد ذلك طبعا آمن بالله سبحانه وتعالى. اللي يقول لنا شيء مهم جدا، يقول عندما استقرأت حياة الملحدين المتطرفين كلهم وجدت أن عندهم مشكلة من طفولتهم وفي فترة الصبا، فترة الطفولة والصبا مع أبيهم، مع أبيهم مشكلة مع الأب. على سبيل المثال فرويد يتكلم أنه شلون فقد احترامه لأبيه، فولتير شلون أنه رفض أصلاً تسمية أبيه له وهو وضع لنفسه اسم، فيورباخ مثلاً شلون أبوه ترك العائلة وعاش مع زوجة أفضل أصدقائه، يعني كأنه خان بالتعبير بالمفهوم الغربي يعني، وهذا أبوه، وأنجب منها. وبعد ما ماتت هذه الزوجة الثانية أو هاي العشيقة، عاد مع طفله إلى عائلة فيورباخ، طلب من أم فيورباخ أن هي يعني تربي هذا الطفل وكذا، فصار عنده ردة فعل غير عادية من أبيه ويشعر بالإشمئزاز والنفور. ماركس، شوبنهاور، هوبز كان أبوه رجل دين وتعارك هذا الأب مع شخص وقضى عليه ثم ترك البيت واختفى كليا، هذا أبو هوبز. هكذا أيضا هيوم، سارتر، راسل، نيتشه كان قريب من أبيه المريض وكان يعتبر أباه تجسيد للمبادئ، ولكن فقد يعني مات أبوه وهو في العمر الرابعة، ولذا كان يبحث عن سوبرمان. هذا كل كلام بول فيتس. يعني دانيال دينيت اللي هو لحد الآن هو على قيد الحياة، فيلسوف الأمريكي، أيضا عنده مشكلة كان مع أبيه في الصغر. فيقول بأن هؤلاء الملحدين من خلال استقرائي وجدت أن إما فقد احترامه لأبيه فألحد،
أو أبوه أساء التعامل معه فحقد عليه، أو فقد أباه بالموت في الصغر أو بالانتحار مثلا فحقد عليه، إنه شلون ينتحر ويتركنا مثلا، أو شلون يموت وكأن قضية الموت الغير الإرادي كأنه يعني قرار هو اتخذه يعني، فحقد على أبيه بهذا الشكل. عموما كما قلت بغض النظر عن النظرية هذه هل هي صحيحة ولا غير صحيحة، ولكن جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي مهمة أيضا جدا لنا. هني شوية أبي أعلق تعليق مهم جدا، وهي أن هذه النظرية لو كان لها وجاهة ولها وكان فيها شيء من الصحة، إحنا كآباء تفرض علينا مسؤولية خطيرة جدا جدا جدا. ما هي هذه المسؤولية الخطيرة؟ وهي أن الابن دائما ينظر لأبيه بأنه يعني نموذج ويعني مثال للقيم الأخلاقية. ومن المهم جدا حتى نحفظ إيمان عيالنا أن نحافظ على هذه الصورة النموذجية قدر الإمكان في صورة في أذهان أبنائنا، لأن هذه الصورة لو تهشمت لو انكسرت وهم صغار هذا راح يأثر جدا على نفسيتهم وموقفهم من الدين. نعم إذا يعني كبروا بعدين صار في مرحلة 17 سنة و 19 سنة و 20 سنة شوي شوي يعني هاي الصورة النموذجية اللي يشوفونها للأب راح تنحسر، لأن في نهاية المطاف كلنا فينا إيجابيات وسلبيات، ويعني في النهاية يعني مهما يعني حط صورة نموذجية للابن لأبيه راح تاخذ حجمها الطبيعي، هذا لا بأس فيه مع نضج الابن لا بأس فيه، ولكن الخطورة والمشكلة إن لا سمح الله هذه الصورة النموذجية بصدمة معينة تتهشم والطفل مثل عمره 5 سنوات أو 10 سنوات أو شيء من هذا القبيل. أيضا من الأمور النفسية المهمة جدا من أسباب الإلحاد في تقديري، بعض الملحدين مر بتجربة سلبية مع المؤسسة الدينية أو مع بعض رجالات المؤسسة الدينية. يعني على سبيل المثال رأى مثلا رجل دين أو يتشبث مثلا بظواهر بعض النصوص الدينية بطريقة غير مقبولة، وعدد لا بس فيه من الشباب الملحدين هذا يقولك أنا قعدت مع العالم الدين الفلاني مع الشخص الفلاني وتصور أنه قال لي كذا وكذا، يذكر لي شنو الأشياء اللي غير معقولة الغير عقلانية اللي سمعها من رجل الدين. فبعض الأحيان التجربة السلبية مع بعض رجال الدين أو مع المؤسسة الدينية عموما، ولذا الآن أيضا على الهامش أقول بعض المحاولات اللي يقوم فيها البعض الآن، البعض يقوم بتهشيم وتدمير صورة المؤسسة الدينية وعلماء الدين كلهم في أذهان الناس حتى يسوقهم نحوه، وهو متدين، وهو متدين في الظاهر، وهو لا يدرك، هو لا يدرك أنه بفعله هذا هو يساهم مساهمة فعالة في إلحاد الناس. يعني لا تتصور أيها الإنسان الذي تدمر تمارس تدمير لصورة محمد باقر الصدر أو صورة الشيخ الوائلي أو صورة فلان وفلان اللي هم يعتبر مفاخر الحوزة العلمية، أنت عندما تمارس تدمير ممنهج لصورة هؤلاء لا تتوقع أن الشباب راح يمشون خلفك. كثير من الشباب راح تدمر صورة المؤسسة الدينية، تدمر صورة رجال الدين، يعممون، يقعون في حالة تعميم، والنتيجة أن يتجهون اتجاه إلحاد وتكون أنت السبب. على أي حال أيضا من الأسباب الإلحاد اللي شفتها النفسية تجربة سلبية مع متدينين، يعني مو مع رجال دين ولكن متدينين، لأن مع الأسف أيضا في نهاية المطاف المتدينون هم ثمرة تربية المؤسسة الدينية ورجال الدين، وبعض هؤلاء المتدينين سلوكياتهم طريقة تفكيرهم ربما بالغة التزمت، ربما بالغة التخلف في بعض الأحيان. فهذا الإنسان هذا الشاب استطاع يشعر بأنه لا يستطيع أن يتكيف أصلا مع هذه العقلية وهذا التفكير، فتشوف بأنه صار عنده ردة فعل بين كل الأجواء المتدينة. وأيضا كما أشرت قد يكون هو عنده رغبة بالأساس في التفلت من المسؤولية حتى يظل طليقا يفعل ما يروغ له، فلا يستطيع أن يقول يعني للناس بأني أنا لا أريد أن أؤمن بالله سبحانه وتعالى لأني أريد أن أتفلت، فيبرر هذا التفلت بأنه أنا لا أؤمن بالله سبحانه وتعالى. الصوت مسموح حتى الآن؟ أكمل الكلام؟ مسموح بس أعتقد الوقت انتهى يعني الشيخ الظاهر غافل. زين لا بس
خلاص إذا أنا أكتفي بهذا القدر وشكرا على لأن في البداية ما حددتوا لي وقت ولهذا السبب لم أعرف بالضبط يعني الوقت فأكتفي بهذا القدر وإن شاء الله إذا صار في ضمن الحوار ممكن نضيف بعض الأمور إن شاء الله أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسنتم وعليكم السلام الله وسلم أحسنتم شيخنا هو الوقت كان نصف ساعة أنا بلغتكم يعني لما أرسلت الإعلام بس لم ألتفت المعذرة إيه نعم نعم ولكن أنتم تقريبا بالوقت يعني قليل يعني تجاوزت الوقت والكلام طيب على كل حال جزاكم الله خير جزاء شكرا لسماحة الشيخ الدكتور مرتضى فرج على هذه الإضاءة خصوصا على الأسباب ومناشئ الإلحاد المعاصر وحقيقة حضرني في البداية سماحة الشيخ ذكر المناظرة بين الإمام الرضا عليه السلام وأحد الزنادقة أنهم إن قلتم وهو ليس كذلك وإن قلنا وهو كذلك أمير المؤمنين عليه السلام عنده بيتين من الشعر مختصرات جدا تلخص هذه كلها تقريبا الفكرة وكانوا يسمون في أيامها الأطباء والمنجمون الذين ينكرون البعث يعني ينكرون الآخرة فالبيتين عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما فإن صح قولكما فلست بخاسر وإن صح قولي فالخسار عليكما إذا تقولون أنه ماكو آخرة وماكو جنة ونار وعذاب إن صح قولكما فلست بخاسر أنا ما أخسر شيء أنا أخو بالأخير عشت كما عشت وأكلت كما أكلت ولكن إن صح قولي فالخسار عليكما يعني إذا تبين هناك جنة ونار بعد دكتور سعيد يعرف شيء يصير وياهم على كل حال أحسنتم بارك الله بكم على هذه الكلمة القيمة المحاضرة حقيقة والطرح إحنا الآن الوقت عدنا تقريبا راح نمدد البرنامج قليلا لأنه إحنا المفروض 8:30 ننتهي ولكن نمددها لعله بحدود ربع ساعة مو أكثر يعني أنا طالع عنك يا شيخ لا تطلع دكتور شنو على كل موعد أنا شايف بعض الأخوة والأخوات رافعين أيديهم أظن دكتورة مريم كأنها رفعت موجودة دكتورة مريم الرفيعي تفضلوا دكتورة حسن السلام عليكم أشكر الضيفين وأشكر القائمين على هذه الندوة صراحة كانت قيمة جدا أبدأ من حيث قال الشيخ في بداية كلامه إشارة ثم في منتصف كلامه تفصيلا لأن الإلحاد قد يكون راجعا لمشاكل نفسية هناك كتاب لطبيب جراح اسمه عمر شريف أو عمرو شريف كتاب عنوانه الإلحاد مشكلة نفسية هذا الكتاب أتى بسبب أن الملحدين أنفسهم يدعون أن الاعتقاد بالخالق هو مشكلة نفسية يعني كما نحن نرى أن إلحاده مشكلة نفسية هم يرون أيضاً أن تمسكنا بفكرة وجود خالق مشكلة نفسية وبالتالي جاء كتاب هذا الطبيب الجراح رداً على ذلك نحن نظن لربما أنه حينما نرجعها إلى مشاكل نفسية أنه قد وجدنا سبب الإلحاد لكن صراحة حينما نقرأ كتب الملحدين أيضاً نجدهم يتناولون نفس الأسباب حتى يهاجمون أصحاب الاعتقاد بالتوحيد هذا أولا ثم أنه الملحدون كيف تم الإشارة إليهم في القرآن لم يتم الإشارة إليهم بمصطلح الإلحاد وإنما تم الإشارة إليهم بالدهريين حينما وهي صراحة مقولة كان يقولها الدهريون حينما يقول ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلى وما يهلكون إلا الدهر نقلها الله عز وجل بأسلوبه البلاغي حيث قال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وبالتالي الدهريون المقصودون في القرآن الكريم هم الملاحدة بالمعنى الشائع الآن وإن كان الملحد في القديم أيضا يعني منذ بداية الفلسفات على أنه الذي لا يؤمن بآلهة قوم ما أو فرقة ما يسمى ملحد وهو يؤمن بإله أو إلهين لكن حينما لا يؤمن بالآلهة كلها كما يطلب منه يسمى ملحد إذن ليس دائما كل ملحد هو بالضرورة لا يعتقد بالخالق هذا من حيث التتبع التاريخي الناس أعداء ما جهلوا صراحة كما يقول الإمام علي لأن سبينوزا يقول إذا كان الحجر ينطق لقال أنا حر في السقوط لأنه يجهل قاعدة الجاذبية الذي يقول أن ليس هناك إله هو جاهل بالإله ما يؤكد ذلك كتب الملاحدة الذين رجعوا عن إلحادهم مثل أنطوني فلو 50 عاما من الإلحاد
ورجع بعد ذلك عن إلحاده بحيث عرف صفات الله ثم آمن به. إذن المشكلة مشكلة جهل. ستيفن هوكينز أيضا يعطينا تفسيرا آخر لسبب الإلحاد، وهو أنه كان يقول أنا أعلم أن شكلي يزعج شخصا في السماء لكنني لا أهتم. لماذا؟ لأنه في صغره كان يذهب إلى الكنيسة وكان يسمع أن المعاقين هو خلقة مشوهة خلقها الإله، أنهم عجز في ما أدري شنو في الخلقة إلى غير ذلك. وبالتالي حينما صارت عنده الإعاقة في شبابه أصبح يكره الإله لأنه يقول أنا شكلي يزعج شخصا في السماء، وهو كأنما يعترف بالإله. هذه أيضا مسألة أخرى. أيضا كلما ضعفت الفلسفة قوي الإلحاد. حينما نرجع إلى التاريخ الفلسفي كلما كانت الفلسفة قوية ذات ركائز قوية تجد الإلحاد قليل، لكن كلما تضعف الفلسفة يقوى الإلحاد. ولربما عقدة بروماتيوس أيضا تؤكد قاعدة أخرى على أنه كلما تمكن الإنسان من العلم أصبح يعتقد بأنه يستطيع أن يواجه الإله وأنه أصبحت له قوة الإله أيضا. إذن هذه العقد، ومع الأسف أننا في مرحلة يدعى أننا نحتكم فقط إلى العلم، لكن لا يزال الطب النفسي الآن يعتمد على عقدة إلكترا وعقدة أوديب وبروميثيوس، وهي عقد وهي خرافات إغريقية تضخ ولا يزال العلم يتبناها ويشرحها مع الأسف. إذا هذا يروج أيضا للإلحاد. المشكلة عندنا نحن المسلمين أننا نزندق الملحد، والمسيحيون واليهود يهرطقونه. هذا السائل من الطبيعي جدا أن يكون جاهلا، وإلا لماذا يسأل؟ لكن المشكلة أنه حينما يكون المجيب جاهلا أكثر منه، وبالتالي هنا يصبح الطريق ممهد للإلحاد. القرآن وصف الإنسان قال أنه أكثر شيء جدلا، في التعبير اللغوي حينما يوصف الإنسان بالمصدر وليس بالوصف العادي الذي تعهدنا اعتدنا عليه، حينما يوصف بالمصدر، المصدر في الوصف اللغوي هو انشقاق عن ضغط الفاعل وضغط المفعول وضغط الإسناد، مسند ومسند إليه. وبالتالي الله هنا يريد أن يشير إلى أن الإنسان من الطبيعي أن يجادل لأنه ليس مبرمجا على أن يؤمن بالله. الآن حينما يأتي الصانع الذي يصنع السيارة، هل السيارة التي صنعها الصانع يمكن أن تتمرد على صانعها؟ يعني إذا سوى الويل إنه يروح يمين، هل يمكن للسيارة أن تروح شمال؟ لا، لأنه مبرمجة. وبالتالي إذا توقفت السيارة فذلك خلل في صنع الصانع. الله لم يطرح خللا في صنع الإنسان. وبالتالي إلحاد الإنسان هذا شيء متوقع، لأنه لديه مساحة من الحرية أن يؤمن أو لا يؤمن، وهذا لا يدل على أن الله له خلل في صنع الإنسان. هذه التركيبة، تركيبة الصنع التي يعتمد عليها الملحدون في أن يشرحوا فكرتهم ويقووها ثم يهمشوا الفكرة الأخرى. مع الأسف أبنائنا أصبحوا يعني منساقون إليها لأن الجهل يلعب لعبته الآن. وشكرا، هذه مداخلتي. شكرا دكتورة مريم. وإن كنا يعني ملاحظتي الملاحظة الأولى كأنه كل يوم دخلت متأخرين حسب ما شفت، والأمر الآخر كان عندكم غياب في الأسابيع الماضية، عادة تكونوا موجودين معنا بالبرنامج دائما. شكرا للمداخلة المفيدة أيضا. دكتور علي الفرج، أنا ما أعرف أبو ذر ما زال معنا لو طلع. أبو ذر موجود، لأن ما أشوفه على الشاشة عندي. دكتور علي الفرج تفضلوا. السلام عليكم جميعا، وتحية السلام فضيلة الشيخ والمتكلم القبلي أيضا، أنا ما أذكر اسم الكريم. بس مداخلات سريعة، أنا يعني من مراجعاتي للإحصائيات الموجودة في أوروبا وأيضا معاشرتي للإنجليز، يعني هنا ظاهرة الإلحاد ليست بالانتشار بقدر ما هي ظاهرة اللا أدرية، يعني الأجنوستيك هو أكثر نسبة بكثير من الإلحاد. الإلحاد بمعنى أن الإنسان يؤمن وعنده دليل على أن الله غير موجود. طبعا هذا مستحيل واحد يعني يحصل هالدليل، يعني حتى يعني أكثر الناس إلحادا يعني ما عندهم دليل أن الله مو موجود، يعني صعب يعني يثبت، مستحيل أصلا يثبتونه. يعني فالظاهرة أكثرها لا أدريين. أنا يعني أنا لاحظت يعني متابعات الفيديوهات اليوتيوب الكثيرة أن لعل الأخوة المسيحيين يعني المسيحيين المتدينين درسوا الموضوع بشكل أعمق لعله من كثير من المسلمين، وطرحوا الأدلة
والإثباتات وكذا، يعني أكبر دليل الآن يعني إن الكون له بداية وله نهاية، وأن الكون ليس أزلي، وما يعني أدلة كثيرة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. ولكن يعني أنا حضرت محاضرات ل يعني كثير من يعني المسلمين يتكلمون عن الموضوع بس ما يطرحون الأدلة للأسف. يعني كثير من اللادرين أو حتى الملحدين يعني يتكلم عن دليل، يعني لا يتكلم عن يعني بالمناسبة يعني الإلحاد ليس حالة نفسية يعني بالمعنى الطبي. الإلحاد هو خيار شخصي أكثر منه، يعني حالة يعني يوجد ناس لديهم دليل وينكرون، وفي ناس ما عندهم دليل ويؤمنون. يعني غريبة، يعني لو تسأل مثلا آلاف الناس دليل على وجود الله يمكن ما يعرفون الدليل، لكن تسألهم يؤمنون بالله يقول لك نعم يؤمن بالله. وفي ناس لعل في دليل يقول لك يمكن في دليل، لكن أيضا بعد ما يؤمنون. ففي يعني لا يوجد تلازم بين وجود الدليل والإيمان وعدمه. وفي كثير من الناس أنا اللي عاشرتهم يعني أعرفهم من أطباء وكذا لا أدريين، بس لأنهم ما اقتنعوا بالأدلة المعروضة على الأقل، يعني وإن كان كثير منهم لم يبحث عمليا، يعني لم يبحث عن الأدلة. فياريت يعني في الجلسات المستقبلية يكون التركيز على طرح الأدلة. ويعني أنا محاضرات السيد الحيدر سمعت يعني على الأقل 50 محاضرة سمعت عن الموضوع، حوار مع الملحدين كان فيها يعني تطرقات كثيرة وإشارات كثيرة، يعني وإن كانت للأسف مو ملخصة بسبب طول المحاضرات يعني. ولكن يعني أنا أمل في المحاضرات القادمة يتم التركيز على الأدلة، وخاصة بالنسبة للجيل الجديد الذين يعلمونهم في المدارس يعني أشياء يعني غريبة عجيبة. يعني بس آخر نقطة، لقيت أحد البحارنة المراهقين في بريطانيا وكان يتكلم إنه يدرسونهم إنه في بريطانيا في 5 ديانات، ويقولون للطلاب نختاروا واحد منهم، فأنت ما عليك من أبوك أو أمك بس اختار واحد من الديانات الخمسة الموجودة في بريطانيا، وبعد إذا ما تختار بعد كيف بعد ما في مشكلة يعني. فهو يعني تصور هذا التعليم موجود في المدارس يعني، فطبعا بإشكال كبير وخاصة على الجاليات العايشة في الغرب. وشكرا. أحسنتم. الأخ من جواد أتصور رافع إيدا، نسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا على أدي، بس تعليق قصير. الأخ المحترم اللي تفضل قبلي هو صحيح قال كثير من الناس ماك ملازمة بين الدليل والإيمان والإلحاد، بس أنا ما أصور هذا صحيح، لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى مسألة بديهية، يعني الإيمان بوجود خالق مسألة الحقيقة فطرية، وإلا لو كان تحتاج إلى دليل قوي فلسفيا أنا أقدر أناقش بأنه الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم في نهاية المطاف أغلبهم يتيهون باتجاه الإلحاد، وهذا طبعا غير عادل من الله سبحانه وتعالى. يعني كلكم تعرفون هذا المثل المشهور اللي سئلوا به الأعرابي اللي قالوا له أكو خالق للخلق أو للكون، قال لهم البعرة تدل على البعير والآثار تدل على المسرى فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج. الحقيقة كل واحد وأصورة التفقون، كل واحد عنده دليل، بس الأدلة طبعا تختلف، دليل الفيلسوف، دليل الإنسان البسيط. أنا أصور أغلب الناس صحيح هو مدارس، ربما كثير الناس مدارسين أو مثقفين، بس إذا سئل جاوبك شنو دليله بإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنه هي مسألة فطرية وهذا جزء من عدل الله. طبعا لو لم تكن فطرية يعني ليس هناك عدل من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه مسألة جوهرية تقرر مصير الإنسان. هاي أولا. النقطة الأخرى، عندي سؤال للشيخ. عن الحقيقة دخلت البرنامج مع الأسف آخر ربع ساعة لأن شفت مشغول يعني بالعمل، فكلش عجبني، يعني الموضوع هو جدا مهم وجوهري. الشيخ كلامه جميل طبعا. أنتم مثل ما تعرفون يعني كل بلد
إلى دوافعه وإلى أسبابه الاجتماعية وإلى ظروفه الاجتماعية وإلى جغرافيته المؤثرة وتاريخه المؤثر. أكو أسباب كثيرة طبعا، ومثل ما تفضل الشيخ حتى كل شخص يختلف عن شخص آخر، إنه هو أصبح ملحد انفعالي بسبب قضية شخصية، وهذا جدا دقيق كلامه. طبعا أغلب الإلحاد أنا أقدر أتفق بدون أسوي دراسة، أغلب الإلحاد الحالي في المجتمعات العربية هو إلحاد غير فكري، يعني غير مبني على فلسفة، يعني مو مثل دول الأخت مريم من تفضلت على هذا الملحد الغربي اللي بعدين عنده كتاب هو شهير ألفه وبعدين رجع للإيمان ويذكر بي ستيف هوكنز والبقية. الإلحاد أغلبه شخصي لأسباب سواء انفعالية أو اجتماعية أو تأثر عندي نقطة واحدة بس تسأل بها، نقطة مهمة للشيخ، لأن هذه القضية جوهرية ومهمة، لماذا لا يقدم يعني العلماء، وطبعا هو الشيخ يجوز مسويها وأنا ما أدري ما أعرف، لماذا لا يقدم العلماء دراسات ميدانية يسموها anonymous بالإنجليزي، يعني الاسم مجهول وتسوي مسح وأسئلة جوهرية فيجاوبون شنو سبب الإلحاد وشنو التمين وهذا، فتجمع وتكون نظرية أو تكون وجهة نظر مهمة جدا عن الموضوع في المنطقة في العراق أو في مصر أو في أي مكان، وبعدين حتى تجد الحل المناسبة. كم من علمائنا الأفاضل سووا هاي البحوث، وبحوث مصعبة هذه، مصعبة. أحسنت مولانا، الله يخليكم. أحسنت. والأخ علي عبد الله كان كتب، أحد الأخ علي عبد الله قال عنده مداخلة، إذا ممكن باختصار لأن حتى نعطي مجال للمتحدثين. تفضل الأخ علي. عليكم دكتورنا، عذرا دكتورنا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور. أشكركم جميعا، وحقيقة أشكر أستاذ أبو ذر ودكتور فرج على ما قدموه. أنا حقيقة بحط نقاط كالتالي. أولا بالنسبة للملحد يقول لك أنا ما عندي اعتقاد بالإلحاد، لأن الإلحاد ليس اعتقاد، فأنت ما تقدر تجادل معاه أن عندك اعتقاد. لذلك هو يقول لك أنا مجرد أن ما أجد أن في إله. تقول له إنزين يب دليل أنه ماكو إله، يقول لك لا، أنت تدعي أن هناك إله فأنت تقدم الدليل، مو أنا أقدم الدليل. إذا ماكو دليل على الإلحاد، لا، هذا وجهة نظرهم اللي دائما يتكلمون فيها، فتشوف الطرف الثاني يضعف أمامه. هذا واحد. ثانيا خنكون واقعين، هالأيام اللي تفضلتوا فيه نفسيا صح، أمور اللي تفضل فيه فضلت الشيخ البحث الحلو اللي قال عنه أن أبائهم تأثرون، ممتاز. لكن الواقع اليوم في عصر العلم للأسف الشديد الإلحاد مستغل العلم بأنه يكون إلحاد، يعني باسم العلم صار إلحاد، وإحنا نبي نقلب الآية نقول باسم العلم أكو إيمان. علميا تطرح عليه هالشكل هذا، يعني النقاش عمرك لا تناقش ملحد بالدين، لأنه هو راح يستهين بمقدساتك فأنت ما عندك رد عليه. يعني أنا أذكر في مناقشات كثيرة أسمع بين ملحد وبين مسيحي، بين ملحد وبين مسلم، فالملحد يقول شنو يعني مثلا ولد إنسان من غير من عذراء، ما يصير، ويبدأ يستهزئ بالمراسيم والممارسات الدينية، أو يقول لك أنت كمسلم شنو عندك تروح دور مدور كعبة أو حجر أسود قاعد دور دور مدور، شنو هالمعنى هذا؟ فأما إذا بغيت تناقشه، ناقشه عقليا وعلميا، بمعنى تقول له من الناحية العلمية أكو انفجار عظيم، من الناحية العلمية أكو تصميم في الكون، من الناحية العلمية أكو قوانين في الكون، هذه من يجاوب عليها هني اللي يسكت، ما له علاقة بالدين. الحين يصير نقاش علمي عقلي. آخر شيء أقوله حقه وهو دائما أركز عليه، العلم لا يعطي الرأي النهائي في الجواب، ماكو عنده رأي نهائي. يعني الآن في تصميم الكون يقول لك في تصميم، لكن لا يعرف بالتفصيل سبب هذا التصميم، فشي يقول حق نفسه، يقول في احتمال كذا كون عشان يتخلص من موضوع التصميم، فشي يقول بالنهاية، يقول يعني نوصل إلى هالمرحلة هذه،
أنا أجاوب عليه أقول له إذن معناها أنت غير جازم بعدم وجود إله. كل اللي عليك تسويه بالعلم أن تصل إلى اللا أدرية، لا أكثر من هذا. يعني علمياً لا يستطيع إنسان أن يكون ملحد، علمياً يستطيع أن يكون لا أدري. هذا اللي نوصل له في هالناحية هذه. فإذا التركيز على الناحية العلمية في الموضوع هذا. آخر شيء دائماً أسمعهم، وهذا رأي دائماً موجود، أن يا أخي هذول رجال الدين اللي سبوه في الكنيسة في الماضي أو عندكم أنتوا، طبعاً رجال الدين فيهم الطيب وفيهم الخبيث، مثل ما أطباء فيهم طيبين ومدرسين وعلماء، البشر فيهم طيبين وفيهم خبثاء، شيء عادي. السؤال لو أن واحد أساء للديمقراطية، هل أنت تكفر بالديمقراطية ولا تكفر بالذي أساء؟ لو إنسان أساء للحرية، هل أنت تقول والله أنا أصير ضد الحرية لأن هناك من يستغل الحرية؟ لو يا واحد استغل حقوق الإنسان مثل ما الحين قاعد يحدث في العالم، يستغلها لمصلحة الدول العظمى هذه، هل أنت تقول والله أنا أكفر بحقوق الإنسان لأن هناك استغلال لحقوق الإنسان؟ لا يا أخي، أنا أكفر بالرجل الدين الذي أساء للدين، وأحترم رجل الدين الذي أحسن للدين، والدين عامل شنو؟ عامل اللي أنا أقتنع فيه، ما له علاقة برد فعلي، والحمد لله رب العالمين. أحسنتم دكتور، شكراً. شكراً دكتور علي حسين عبد الله أستاذنا العزيز اللي كان معنا قبل أسبوع أظن أو أسبوعين، الأسبوع الماضي أو قبل الماضي، الماضي ها؟ الأسبوع الماضي، فحقيقة تحفنا بالمحاضرة العلمية الجميلة واليوم هذه المداخلة. على كل حال أنا أعتذر لأن الوقت ضاق، وأظن أبو ذر خرج، يعني ما أدري لسبب أو لآخر ما موجود، ها؟ نعم خرج، يظهر حصل عنده، فنستمع إلى تعليق سماحة الشيخ. أنا بس قبل تعليق سماحة الشيخ مرتضى، عندي تعليق على أحد الأخوة اللي يقول أنه يعني الإيمان فطري ويريدون إثبات. نعم الإيمان فطري، ولكن أحيانا الإنسان يغفل عن هذا الإيمان الفطري، ولذلك في محاورة للإمام الصادق عليه السلام مع أحد الزنادقة جميلة جدا بهذا المعنى ببساطة، يعني جاء زنديق للإمام الصادق فقال دلني على الله، هكذا دلني، أنت تؤمن بالله دلني عليه. فالإمام الصادق سأل قال هل ركبت البحر يوم من الأيام؟ قال نعم. قال هل اضطربت بك الأمواج والسفينة؟ قال نعم. قال كنت يعني أشرفت على الهلاك؟ قال نعم. قال في تلك اللحظة، في تلك اللحظة عندما أشرفت على الهلاك، هل تعلق قلبك في جهة أنها قادرة على نجاتك، على نجاك؟ قال نعم. قال فذلك هو الله، اللي في لحظة الأزمة ولحظة الخطر قلبك توجه إلى تلك الجهة القادرة التي تملك القدرة على الإنجاء، ذلك هو الله. لكن هذا غافل، هذا الزنديق كان غافل عن هذه الجهة، ولكن الإمام نبه بطريقة فطرية إلى هذا المعنى. أبو ذر دخل كان عذرا، أبو ذر إذا كنت موجود من باب أنه المتحدث الأول، إذا استمعت للمداخلات إذا عندكم أي تعليق ثم نعطي المجال سماحة الشيخ يختم إن شاء الله. أبو ذر معنا؟ إذا تسمعوني معكم. نعم نعم نسمعكم، تفضلوا إذا عندكم أي ملاحظة أو تعليق على الموضوع. ما عندي، لا لا أنا ما عندي أي تعليق، لأنه التليفون ظل يتقطع عندي الصورة. النتيجة المحصلة النهائية المداخلات كانت جدا رائعة، بعض اللي سمعت قدر ما أسمع، ومحاضرة الشيخ أفادنا جزاه الله خير. أحسنت. ومشروع إن شاء الله في ذات الله، مبارك الله بكم، وأنا أعتذر وإن شاء الله نلتقي في مناسبات أخرى. وشكرا جزيلا إن شاء لكم. إن شاء الله أحسنتم، شكرا لكم أستاذ العزيز أستاذ أبو ذر، شكرا لكم. سماحة الشيخ تفضلوا بالتعليق، تفضلوا. شيخنا شكثر عندي وقت عشان بعد لا أتجاوز لا لا إن شاء الله، يعني شيء خمس دقائق تقريبا. زين لا بس بالنسبة للدكتورة مريم في البداية قالت بأن مثل ما يعني احنا طرحنا قضية ان الإلحاد مشكلة نفسية، الملحدون ايضا يقولون بان الإيمان هي مشكلة نفسية، ولهذا السبب انا حاولت اني ابين في البداية ان نحيد الموضوع هذا، قضية يعني الاتهامات المتبادلة، ان كل واحد يقول بان انت عندك مشكلة نفسية لهذا السبب انت آمنت، ويقول لي وانا اقول له انت عندك مشكلة نفسية لهذا السبب انت ألحد، يعني هذا الاتهامات المتبادلة يعني الافضل تحييدها. ولذا يعني المفروض في التصدي العام هو تكون تصدي فكري،
ولكن أنا أقول من تجربة يعني مع الشباب لاحظت أن أغلب الحالات أو كثير من الحالات يعني أقول كثير من الحالات هي مشاكل نفسية تجارب معينة سلبية مروا فيها. بالنسبة لقضية أن القرآن ما تحدث عن الإلحاد، طبعا لأن الإلحاد حالة طارئة مو حالة طبيعية، يعني تتنافى مع الفطرة والبداهة، يعني نحن لا نشك في ذلك. القرآن أكثر شيء واجهه مشكلة الشرك بالله سبحانه وتعالى. الإلحاد هي حالات فردية كانت يعني على مر التاريخ، إلا اللهم الآن الحضارة الغربية هي حضارة شوية يترسخ فيها الإلحاد، هذا الشيء طارئ حتى على مستوى التاريخ البشري. ولا إذا تتمر في التاريخ البشري ما تشوف في حضارة أصلاً حضارة ملحدة أو مجتمعات ملحدة أو ظواهر إلحادية استمرت فترات طويلة، هي حالات فردية وتكون طارئة عادة هكذا. أي إنسان يستقر في التاريخ يشوف الشيء هذا. بأن أيضاً في نقطة أيضاً طرحتها مهمة، إن الملحدين هم في الحقيقة جاهلين بالله سبحانه وتعالى، وهذه نقطة جداً مهمة. فعلاً أنت في البداية قبل لا تؤمن بالله أو قبل لا تطالب الطرف الآخر بالإيمان بالله، صلح له مفهومه عن الله سبحانه وتعالى. يعني إذا يريد أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى اللي هو عبارة عن جسم ويضع رجله في النار حتى تقول قط قط وشيء من هذا القبيل، لا، أنا أيضاً ملحد بإله مجسم بهذا الشكل. يعني في البداية لابد أن نتفق بأن الإله شيء يتجاوز الزمان والمكان وكذا، وهو غني في بعض الصفات، يعني لابد أن يتم الاتفاق عليها في البداية حتى بعد ذلك يصير في حوار، حتى لا يصير حوار طرشان. يعني بأن كلما ضعفت الفلسفة زاد الإلحاد، لا شك في ذلك، لأن الفلسفة هي تعطي عقل ناقد. فأنت لما أجيال تأتي يعني فقط تلقنها الاعتقادات بشكل طبيعي، هذه الاعتقادات الملقنة عند أي شبهة يعني تتهاوى، يعني ما تصمد أمامها. بالنسبة للدكتور علي الفرج، بأن يعني أكثر شيء منتشر في الغرب هي الحالة اللا أدرية، هذا صحيح ما في شك في ذلك، وإن المسيحيين درسوا الموضوع بشكل أفضل. أنا ما أعتقد المسيحيين درسوا الموضوع بشكل أفضل بقدر ما هم واجهوا المشكلة بشكل أسبق منا. يعني هذا الإلحاد برز في الغرب واستشرى بشكل كبير قبل من 200-300 سنة، من عصر النهضة وعصر التنوير، بعد ذلك شوي شوي، يعني كان في البداية يعني ابتعاد عن المؤسسة الدينية، بعدين دين طبيعي، بعدين لا صار إلحاد، وآخر شيء بعد الحرب العالمية الثانية بعد الأمور فلتت. أنا في تقديري يعني ما قبل الحرب العالمية شيء وبعد الحرب العالمية الثانية شيء آخر. بعد الحرب العالمية خلاص، بعد ما عاد في الأمور يعني خرجت عن زمام السيطرة إذا صح التعبير. فهم لأنهم واجهوا بشكل أسبق، عندهم تجربة أكثر، خطابهم متطور أكثر. إحنا مع الأسف حتى الآن كثير من علماء الدين أشار للمصطلحات الحوزوية، مصطلحات الفلسفية الصعبة شوية، فبالتالي صعب عليهم أن يصيغوا الأدلة المعقدة بلغة سهلة وسلسة يستطيع أن يفهمها الشاب بطريقة بسيطة. يعني وأن ذكر الدكتور علي بأن المسلمون ما يطرحون أدلة، ما أدري أنا يعني من يقصد بالضبط، لأنه يعتمد في بعض العلماء متخصصين، بعضهم غير متخصص، كثير منهم غير متخصصين، كثير من العلماء متخصصين بالفقه والأصول وغيره، هم غير متخصصين في القضايا الاعتقادية. يعني أيضا دعني أختم الآن بس في آخر شيء. بالنسبة للأخ الثالث اللي قال بأن ليش ما يصير دراسات العلماء، في الحقيقة فعلا هاي نقطة وجيهة جدا، أن نحتاج إحنا استبيانات، ولكن المجتمعات لأنها محافظة كثير من الملحدين ما يصرحون بإلحادهم، ويتشكك من أي واحد يبي يسأل هذه الأسئلة الدقيقة، يخاف أنه يفسق يفجر يقام على الحد شيء من هالقبيل. ولكن من خلال الاستبيانات اللي ما يطالب فيها المشارك أصلاً بأنه يحط اسمه أو شيء من هالقبيل، حتى تتجمع إيفيدنس، بيانات، داتا نحللها ونعرف بالضبط كثير من الأشياء حتى نضع علاجات. هذا أصلاً الأسلوب العلمي في العمل حتى الآن مع الأسف غير رائج في أوساطنا، يعني مع الأسف الشديد. أكتفي بهذا القدر وأعتذر على الإطالة. أحسنتم. ولا شك أن ممكن، ولا شك أنه عفوا، ولا شك أنكم أنتم مؤيدين للنقاط اللي طرحها دكتور علي حسين. لا بلا شك. نعم. وهي يعني نقاط علمية
أشكرك كثيرا، لا فضل كثير علينا دكتور علي. لا العفو، هو أستاذنا على كل حال. دكتور سعيد عندكم شيء قبل ما نختم؟ سلامتك. لأن الوقت تقريبا انتهى وتجاوزنا، ولكن حقيقة أهمية الموضوع وجمال الموضوع مددنا، وإن شاء الله في المستقبل القريب كذلك نكرر الحديث، لأن هذه القضية قضية ملحة، وللأسف الآن أظن أنها شكلت ظاهرة شيخنا الشيخ مرتضى في عالمنا الإسلامي إلى حد ما. بدأت تشكل، نحتاج استبيانات يعني حتى نتأكد من الظاهرة. يعني فعلا النسب حسب بعض الجمعيات أو الجهات نسب عالية، يعني خصوصا في بلداننا في العراق وفي الحجاز، يعني حقيقة تنذر بخطر، رغم أنه أنا من المؤمنين أن أغلبها نفسيا، يعني حقيقة ردود أفعال يختلف صحيح. بلد عن بلد، والبعض يتعمد أيضا التهويل، يعني الأمور هذه لا بد أن نحطها في الاعتبار. نعم إن شاء الله. شيخنا بس بتهتن. العفو، تفضل أعطي العلمك الأخ جواد، أعطي المايك تفضل. عفوا، أنا أردت أثني على نقطة الدكتور علي اللي تفضل بها آخر متحدث، يعني نعم دكتور علي عبد الله، هو أنه الناس شو تسوي لما أكو رمز إسلامي. طبعا أنا دكتور سليمان، السلام عليكم، حياك الله دكتور. أنا أقول الصوت هذا سامع بس الله يخليكم، الله ما أشوف الصورة. دكتور سليمان الخطيب حياكم الله. الله يخليكم الله، من برمنغهام. نعم حياكم الله. الله يخليك. بردت أثني على نقطة الدكتور علي، طبعا هاي جوهرية وجدا مهمة. نعم. ومنتشرة ميدانيا، فلان رمز إسلامي كما تعرفون شيخنا، مثلا سواء في العراق أو في غير بلد، رمز إسلامي عند منصب معين، هم يصوروا هو صرف بتصرفات خاصة، فيقوموا يسبون الإسلام ويخرجون عليه. طبعا هي طرق لها النقطة الشيخ المتفضل المحاضر، قال هم شنو أكن مع عالم إسلامي أو شخصية مثقفة إسلامية يصرف بتصرف سيء، فشي يسوون الناس؟ يشبثون بهذه. طبعا أكو نقطة هي مهمة أثارها الشيخ، هذا الإنسان اللي يريد يخرج عن إطار الدين وقيوده، الحقيقة هو متفلت، يريد التفلت بس يحاول يتشبث بهكذا قشة ويريد يخرج من إطار الدين. يعني أنا أضرب مثال صغير، يعني داعش لعنة الله عليهم، ها، اللي هم أساءوا للإسلام وجاءوا بكل المنكرات، هؤلاء لما أساءوا إلى الإسلام، إحنا مو نقول والعياذ بالله نشتم الإسلام، هو من أنزل الإسلام غير الله سبحانه وتعالى؟ من أسس الإسلام ونفذه غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني إحنا نروح نشتم الرسول والعياذ بالله ومن أسس الإسلام؟ بالضبط هاي تشبه المقولة المشهورة اللي كلكم تعرفوها، من كان يعبد محمدا فإن محمدا مات من صارت حروب الردة. فعلا هم قسم من الناس صار عندهم نوع من الردة لعظم شخصية الرسول. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالإسلام ونفذه وأسسه وثبته، الحقيقة لما هكذا حدث الناس تأثروا بشخصيته ووصلوا إلى حد العبودية وإلى حد التطرف. فلذلك لما مات الرسول هكذا، فالمخلص الكلام يجب يعني أن لا يعطى الإنسان تبرئة بأنه فلان حاد عن الإسلام، فإذا نحن نشتم الإسلام ونحيد عنه، هذا غير مبرر. أحسنتم دكتور. دكتور سليمان الخطيب طبيب وشاعر، حقيقة ساهم معنا مرات عديدة في المناسبات الدينية، ومقيم في برمنغهام، شكرا لمداخلتي وحضوره. أنا ختاما ملاحظة أخيرة فقط، دكتورة مريم قالت أنا لم أقل القرآن لم يشير إلى الإلحاد. نعم، هي الدكتورة مريم ما قالت ما أشار الإلحاد، ولكن قالت أشار له بعنوان الدهريين وليس بمصطلح الإلحاد في القرآن، وهذا صحيح، والدكتور وسمعت الشيخ ملتفت إلى ذلك إن شاء الله. نعم، ختاما على كل حال، يعني أنا الآن أجلس في جو جميل. الإعلان، عفوا، هذا الإعلان البرنامج في دار الحكمة، الإخوة في دار الحكمة غدا الجمعة، للي يحب يشارك إن شاء الله.
فيه المعلومات ويستطيع أن يحتفظ بالمعلومات. طبعا أنا أحدثكم الآن ما شاء الله المطر ينزل وجو شاعري، أتمنى حضور وجودكم ويانا إن شاء الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم دائما الروحة والريحان في الدنيا والآخرة. خلاص يوسف تشيل الإعلان كافي أتصور؟ نعم. ختاما في ختام هذا البرنامج طبعا نكرر الشكر لسماحة الشيخ الدكتور مرتضى فرج على محاضرته القيمة، والأخ العزيز الأستاذ الباحث أبو ذر الصغير وهو باحث إسلامي ومحقق ومفكر أيضا، وشكرا للأخوة والأخوات الذين ساهموا بالحضور والمداخلات، وإن شاء الله نلقاكم في الأسبوع القادم على الخير والمحبة. ونكرر التبريكات للجميع بقرب مولد الإمام رضا. سمحت الشيخ قال شهادة الإمام رضا أثناء حديث سبق لسان، هو ولادة الإمام رضا في 11 من ذي القعدة إن شاء الله. نعم، فنبارك لكم جميعا هذه الولادة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة مولانا الإمام رضا وشفاعته في الدنيا والآخرة إن شاء الله. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا، شكرا.